I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down.
السلام عليكم جميعاً، ربي يسعد مساكم، يسعد كل أوقاتكم، ورجعنا معكم ومستمرين أكيد بتواجد أستاذ تير زيرو. وخلينا نشوف حرفياً أستاذ تير زيرو وإيش الأداء اللي ممكن يكون متواجد معنا اليوم بالنسبة للتيمات، لكن على التغطية الكاملة ثلاث مبات حكون أنا وأخوي زوزو منورنا زوزو، ربي يسعد مساك. متعة والحماس مع أستاذ أكيد حتكون مستمرة، فاليوم عم نشهدها لسه باستمرارية التير زيرو. إيش الأوضاع وإيش الأمور وشو الحماس حرفياً؟ شفتك على الستوري منزل صراحة. مولع أكيد يا غالي النور بوجودك وبوجود الفرق الموجودة معانا اليوم. اليوم هيك مثل بقوله المزاج مولع نار، ما بعرف شو السبب، ممكن بوجود لوسيفر، فمن أكيد رح نكون تحت التغطية معاكم بالأستاذ تير زيرو. فحبايب القلب، اليوم الفرق رح تكون كتير كتير نار. عنا نصر إي سبورتس، كونكرر 69، فريق اليونيكورن اوف لافرز، فريق الفور كي، فريق الكلير فيجن، فريق الميتس، فريق عرب تشامبيونز، فريق الكويست اي سبورتس، وفريق الداركنس، فريق الدوت لوسيفر دو جيمينج وريفولوشن الماستر اي سبورتس، فريق الريل تايجر، فريق الالتيما بريش بعتقد الاسم صح، بس هسه بعتقد نسيت فريق الثاندر صح يا لوسيفر، بعتقد قلت الاسم. يب اوكي يب اتس ما نسينا حدا، المهم اذا نسينا حدا ولا التمنتريج. اكيد كل التوفيق، كل التيمات عم تكون متوازيه. وحاليا خلينا نشوف الماب سكيدجول كيف حيكون لليوم. بدايه باول ماتش خريطه ميرامور، والماتش الثاني بتكون خريطه السانهوك، والماتش الثالث خريطه الايرانجل. الترتيب العادي المعتادين عليه دائما باستاذ سير زيرو، لكن حاليا انطلاقا على اول ماب وخريطه ميرامور ونشوف كيف حيكون مسار خط الطائره والنزلات والابتداءات اللي ممكن تكون متواجده من البدايات. عم نتكلم من المناطق الجنوبيه تماما نهايه الى المناطق الشماليه، وخلينا نشوف كيف حيكون نزلات التيمات والتوزع. روم بلوسلينس، بيكادو، بوري غريت سان مارتن، كراتر فيلد، ومنطقة اللاكوبريرا اللي بتكون بالنهايات الشمالية. على بداية خريطة ميرامار، إيش الأداء اللي ممكن يكون متوقع بالنسبة للتيمات؟ إيش ممكن يقدر يقدمون لنا إياه من ناحية كل الروتيشنز، كل الأمور؟ عم نعرف على خريطة ميرامار مساحة جدا واسعة، تضاريس ما هي سهلة بتاتا، أمور ممكن شوي تكون ميسرة لبعض التيمات اللي ممكن تخدمها الزون بشكل جدا ممتاز، وممكن تكون صعبة على التيمات اللي نقدر نعتبر من ناحية الزون شيفت تكون هارد عليهم. مسار خط الطائرة جدا ممتاز بالنسبة للتيمات من ناحية الانتشارات والتوزع على الشرق والغرب والشمال والجنوب تماما، لكن أكيد بيكون في حكم فاصل وإله دور طاغي بشكل جدا كبير، خصوصا في خريطة الميرامار اللي هي الزون ممكن تلعب لعبتها، هل ممكن نشهدها بضغط بشكل جدا كبير على التيمات، واللي تعطيهم اريحيه من ناحيه الاداء. لانه انا عارف صراحه زوزو مشاكل زوزو من ناحيه البلاي زون وحب الضغط على التيمات، فخلينا نشوف اليوم هل الزون حتكون مع زوزو ولا الزون حتكون مع التيمات، وتكون السهوله والاريحيه من ناحيه كل التحركات. الزون جنوبيه تماما تقريبا، يعني ربع زوزو كامله في المويه، فالوضع حيكون صعب بالنسبه للتيمات في المناطق الشماليه. ممكن التيم اللي يكون مستفيد مسبق الاحداث بالنزول الى تقريبا المناطق الجنوبيه ولا الجنوبيه غربيه شويه منطقه لوسلينس، على خلاف الكلاش تروب بنشهده من ثلاث تيمات في منطقة اللوس لينوس. بدايات ما هي الأفضل بالنسبة له السكريم، نقدر نكون واضحين بالنسبة لتواجد التيمات خصوصا منطقة اللوس لينوس. ثلاث تيمات والتوجهات اللي هتكون إجبارية من التيمات كاملة في المناطق الشمالية، ريفولوشن وتواجد اللاعب أرتي من لاعبين اليونيك مع روسترهم، عم نتكلم عن اللاعب داووس وتابود وتواجد اللاعب أرتي، ثلاث لاعبين. وحاليا عم نتكلم عن لاعبين النصر إي سبورت، فريق الريفولوشن. يعني خط طائرة شهدناه كان رائع جدا، خط طائرة كان جدا ممتاز ومميز، ولكن الزون دائما بفاجئنا بتشكل عكسي وتناسب عكسي تماما مع خط الطائرة. فريق النصر سبورتس ودائما وجودهم في منطقة اللوس اليونيس، طبعا الفائزين في بطولة الويزو، والف مبروك اكيد لهم. عم نتابع ونشوف حاليا فريق الديث اور، شوف 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 سبراي على طريق الاكي ام، حلو عليك، هيدي جميله جدا. ولكن احنا هون عم نشوف فريق الميتس من دون لوت، هولي كريسبو كيف راح يقدر بده يتصرف؟ عم نتابع ونشوف الفايت الغير عادل ابدا، عم نتابع انه في عندنا لاعبين معاها لوت والباقيين ما في ابدا اي لوت يذكر. عم نتابع ونشوف هون التقدم، فاروق الوضع صعب كثير، كروسبو ممكن يجيبها والله يا لوسيفرها، ترى هذا الكروسبو وان شوت بتكون كفيله انه يعطي النوك داون، ولكن لا. هون عندنا طرف ثالث من لاعب من زاوية أخرى تماما من نفس الفريق، بيقدر بأنه يقصي فريق لاعبين من فريق الميتس. فايت من مونتي نيفو أكيد يعني هو مو أفضل سيناريو ما بين ثلاث فرق. نحن عم نشوف فريق الكويست عم يكونوا متواجدين معنا
ون نوك 19 الموجود وبرضه فريق ريفولوشن على بطيخه من فريق النصر سبورتس راجناروك برضه على احد لاعبي فريق الريفولوشن موجودين معنا حاليا برضه فايت في منطقه اللوس ليونس فايت حاسم ومشعل نار وشرار. هون في لاعب واحد فقط من فريق التيم كويست ون نوك وين فريقك بعيد منطقه المونتين ييفو اكيد مو بالمنطقه الممكن بانها تحتضن اكثر من فريق او فريقين ولكن هون نحن عم نشوف ون نوك خلاص المحاصره عم تكون موجوده هون عم نحكي عن سبري راجناروك برضه لكن فيت عم نشوفها بالفنش على يسعبود ولكن هون عنا التقدم نايس وجميلة جدا هذا هو اللعب شوف 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 ممكن يشيبها ممكن يشيبها ميني 14 بالانتصار وين شوت هيت شوت خلاص يجي وين شوف حرفيا بتكون كفيلة لحظة الإصابة ركز فيها وبتكون هي القاتلة ركز فيها وبتكون هي المقصية ولكن لا سبورتر عم يكون موجود الله عليك الله عليك يا حمكو حلو الاس ال ار وحلو المسافة حلوة جدا الرد كان قاسي بطريقة جدا جدا رائعة جوكر علي وحمكم من مسافات كثير بعيدة يحاولوا بينهم يعززوا لفريقهم وبنفس هذه الأثناء لوسيفر عم نشوف انه كمان فريق النصر إسبورتس عم يقاوم وينازع في منطقة لوس اليونس مع فريق ريفولوشن بالضبط الفايتات اوريدي عم بتكون مستمرة ومنتشرة بشكل جدا كبير اوكي فكرت في اتوقع ادري بس في كانت مشكله شوي تقنيه خصوصا من عندي انا صارت في مشكله من ناحيه الصوت لكن كمل اسلم اوكي بنشوف فريق النصر اي سبورتس بعدهم باربع لاعبين مع اني شفنا النوكات المتبادله ما بين كلا الفريقين بطيخه راجناروك بعده عم يكون موجود كل وحيد لصالح فريق النصر اي سبورتس قدروا بينهم يفنشوا احد لاعبي فريق الريفل ونحن عم نحكي عن سيناريو 4 في 3 محاصره واضحه من فريق النصر اي سبورتس وعدم اعطاء الفرصه حسن من اقوى اللاعبين اللبنانيين موجودين اذا ما هو اقواهم ولكن هون عندنا بطيخه بالنوك والفينش هون عندنا الغلطه بمليون تقدم يكون موجود فريق النصر اي سبورتس خسارتهم لبطيخه ضربه موجعه نحن عم نشوف اللاعب حسن بالوجه بالطبيقان موجود لا 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 حسن اتس ابوت بالطبيقان موجود والاقصاءات متتاليه على فريق النصر اي سبورتس من بعد محاصره ومحاوطه لهذا المكان كانوا عم يتفوقوا فيها بسبليت كان جيد جدا ولكن فريق ريفولوشن عرف يلعب صح لعب على يعني اغلاط الخصم راجناروك الامل ميركل ونشوف على النيد بالمكان السليم ولكن لا تضرب العارضه بعيده ميركل بالمولوتوف ولكن برضه هون معانا فريق الريفولوشن راجناروك بالرد السريع تعبود سقط سهوا فريق الريفولوشن عم يكون متواجدين معانا فقط بلعبين فريق النصر سبورتس برضه بلعبين هذه هي المعادله اللي عم تكون متساويه ما بين كذا الفريقين ولكن نحن مثل ما عم نلاحظ بنشوف فريق الريفولوشن عندهم يعني الاتش بي اقل كثير من النصر اي سبورتس ميركل تعرض للدمج راجناروك عم يكون مطارده عم تكون موجوده ولكن هون اليو ام دي بيخلص ميني 14 ميني 14 خلاص خلاص هون حطنا الجماد هون حطنا فريق الريفولوشن في منطقة اللوس اليونس من بعد اقصاء فريق النصر اي سبورتس حرام ما كان معه وقت لحتى يعمل ريلود يا لوسيفر ما قدر بعتقد حتى ما كان معه طلق بس بعتقد كمان 9 طلقات كانت كافية انه يطيحوا النوك داون ولا بالضبط اوريدي يعني كان اللاعب لو يعني خصوصا حتى زوزو من بدايات مجريات الفايت كامله شفنا كميه الاحاطه اللي كانت عند لاعبين النصر محاوله الضغط بشكل جدا كبير ريفولوشن ما نقدر ننكر ابدا الاداء اللي كان جدا مبهر عند لاعبين ريفولوشن بكميه الهولد داخل نطاق الكومباوند اللي قدروا يسيطروا عليه يدافعوا عن البوزيشن متواجدين فيه مع كل تقدمات النصر اي سبورت لكن احس كان النصر ممكن يقدر يقدم افضل من هيك اعتمادا على اداء النصر اوكي متعودين عليه من ناحيه لعب الاجريسيف وحاولات البوش الاحاطات اللي كانت جدا تامه كان ممكن يتم ضغط بشكل جدا اكبر من ناحيه النيدز وشفنا حتى اتوقع يعني بالنسبه حتى على اللاعب حسن وكانت بالبدايات على اللاعب بطيخه من ناحيه النوك اللي كانت موجوده استعمال النيد ولمحاولات السبورت شوي كانت ضعيفه من عند لاعبين النصر اي سبورت محاوله تصدر لكل الفايت اللي تم على لاعبين ريفولوشن لكن بشكل مجمل لساتنا في البدايات لساتنا في اول ماب من استاز تير زيرو حيكون اكيد متبقي معنا خريطه سان هوك الاندفاعيه اللي حتكون بالنص لنعتبرها كجرعه الادرينالين بالنسبه للتيمات تقدر تحاول تعدل فيها شوي من ناحيه الليدر بورد كامله من ناحيه الكيل بوينتس وما بدنا نسبق الاهداف بالنسبه للتيمات كامله اللي غادرت بنصيب التوسون حاليا عم نتكلم عن لاعبين النصر اي سبورت ولاعبين ريل تايجر 9 ونتمنى لهم اكيد كل التوفيق والمبات الاخرى وان شاء الله الطويل تكون موجود لكن حاليا النقطه الاساسيه والمهمه عم نتكلم عن 14 تيم ب 50 لاعب لساتنا بالزون الاول والتحرك عم بيكون مستمر وعلى انتظار فتح ابواب الزون الثاني ميتس والانتظارات للاعبين ديث اور انسينيتي خلينا نشوف كيف ممكن تكون على لاعب جيش هل ممكن يكون من عند اللاعب رمزي استقبال حيكون بشكل جدا حار لكن السنجل شوت عم تشوفه ولا اتش بي استقبال ولا اروع كونفيرم ممكن يتم بشكل جدا سريع بغياب السبورت بالنسبه للاعبين الجي دي فكيف ممكن تكون حاليا نهايات رمزي اكيد حيحصل الكل ويزيد رصيده من ناحيه النقاط او ممكن تكون فتحه النقاط بالنسبه للاعبين الميتس بما انها زيرو كيل ولاست بريس سرفايفنج في الوضع ابدا ما بيكون سهل بالنسبه للاعبين الميتس بالخاص على اللاعب رمزي
فنشوف ايش الاداء اللي ممكن يقدر يقدم لنا اياه. سولو وحيد فقط عم بيكون متبقي 14 تيم، والخسارات عم بتكون مستمره من ناحيه عم نشوف الاقصاءات عم تكون كسولو بالنسبه لها التيمات، خصوصا فايتات تامه اللي كانت الغربيه منطقه المونتي والروتيشنات ممكن حتى الغربيه، لكن على انتظار دخول التيمات كامله الى داخل نطاق الزون. وشهدنا صعوبه الزون بالنسبه للتيمات المتواجده في المناطق الشماليه الشماليه الشرقيه والشماليه الغربيه تامه، امور ما حتكون عليهم مريحه بتاتا، خصوصا اذا ممكن نقدر نتكلم عن ابواب الزون الثاني تكون كشيف جنوبي اخر. هذا الشيء ممكن يأثر على تحركات التيم بشكل جدا كبير، ونقطة الأساسية اللي تكلمت عليها في البدايات استباقية الحدث من بعض التيمات محاولة السيطرة على المناطق الجنوبية داخل نطاق الزون حيكون لهم نقطة أساسية بشكل جدا ممتاز كأدفانتج بوينت بالنسبة للتيمات الأخرى اللي عم بتكون متواجدة. نصر أو لاعبين لكويست بتواجد اللاعب حمكم اللاعبين نصر إي سبورت في المنطقة الغربية، والزون عم بتكون جنوبية مرة أخرى، ولحد الآن عم نتكلم عن مساحة لا يستهان فيها يعني غير مستغلة بتاتا من ناحية اليابس، وعم بتكون بالمي على جزيرة اللوس هيغوس اللي أوريدي ما أتوقع إنه ممكن تيم يعني يزوز يكون في المتمركز بالبوزيشن هيعرض حاله من ناحيه تحرك اخر حيكون اجباري. لكن هنا نشوف الجمله لعبه من عند لاعب رمزي ممكن تكون نهايه لاعبين ميتسو، عم نشوف ضغط بشكل جدا كبير لكن اخصاء حيتم على لاعبين ميتسو في المركز 14 بالضبط. عم نشوف رد انتقام واضح من عند لاعبين الديث اور انسانيتي يعني اداء جدا مبهر لاعبين، وعم بيكون في عندهم تحصيل اربع كلات اخصاء للاعبين ميتس رد الاعتبار اللي تم للاعب جيش، فامور لسه عم تستمر اكثر واكثر من عند اللاعبين، وانتظار التقدمات الاخرى حتكون متواجده. 50 ثانيه على الزون الثاني، وعم نشوف حرفيا تحرك التيمات عم بيكون سريع بالنسبه يعني بدايات اوكي لوت على الروتيشنز على خلاف التيمات اللي كانت متواجده من ناحيه الكلاش دروب، لكن حاليا الامور حتزداد صعوبه اكثر واكثر وصول داخل نطاق الزون. فايتات جيت كيبينجز ممكن التيمات تشهدها خصوصا في المناطق الشماليه الشماليه الشرقيه والشماليه الغربيه تامه، عم نتكلم عن النصف الشمالي كامله من نطاق الزون اللي ممكن يكون عليه اكبر ضغط واكبر عرضه بالنسبه للروتيشنز وتحرك التيمات الاخرى. عم نشوف حاليا 13 فريق 48 لاعب متواجدين، 10 ثواني نحن عم نحكي او 15 ثانيه لاغلاق الزون الثاني والتوجه الى الزون الثالث زون جنوبي بحتي. فراغ الزون هذا الشيء اكيد راح يكون في مخاوف كثيره من قبل كثير من الفرق بالاخص الاقسام الشرقيه الشماليه، راح يكون عليها ضغط كثير كبير ممكن، وبرضه الشماليه الغربيه. احنا حاليا عم نحكي عن فريق اليونيكورن اوف لاف عم يكونوا موجودين معنا حاليا برضه باربع لاعبين عم يحاولوا بأنهم يتوجهوا من مناطق الإمبالا تقريبا باتجاه الجنوب، ممكن يعملوا روتيشن شرقي بحتي، ولكن برضو لحتى ما ننسى ضغط الزون راح يكون أو ضغط الفرق بالمناطق الشرقية راح يكون كتير كتير عالي. يعني الزون الثاني بلش يتحرك معنا، والمطاردة تبعيد فريق الدي او الدي او اي كانت جيدة جدا بحكم اقصاء فريق الميتس، برضو كمان لوسيفر اللاعب رمزي كيف طار من السيارة هي عطته 50% دمج دمج 50% يمكن لو هدى شوية صغيرة وضرب فريم ونزل بطريقة يعني هيك مريحة أكثر وأخذ كفر بالباص تبعه ممكن كان يقدر بأنه يتصرف بطريقة أو بأخرى، ولكن برضو يعني الفزعة كانت واضحة عند اللاعب أنه فجأة طلع له لاعبين المطاردة كانت موجودة. فريق الكونكرر إتس ريفا عم يكون موجود معنا عم يحاول بأنه يجمع الإنفو لفريقه، هون الروتيشن عم يكون موجود شرقي بحتي، ما تضاريس هذه المنطقة راح تكون جدا صعبة، فأكيد بحاجة لأربعة بقي والباص هون راح يتحرك بطريقة جدا سيئة، فتضاريس هذه المنطقة كتير كتير متعورة، فهيدي هذا الموضوع اللي ممكن الشباب حاليا يعانوا منه، بالأخص نحن عم نحكي عن زون جنوبي، كل ما راح الزون للجنوب أكثر كل ما راح نشهد صعوبة أكبر وأكبر. مرة شفنا لوسيفر بأحد بأحد الجيمات بالبي إم جي سي وقت اللي ألفا التيم الألفا ألفا 7 وفريق النجمة جالكسي أقصى الجنوب كيف كانت المواجهة والزون كان كتير صعب وعوامل الزون وتضاريس الزون، وآخر شيء فريق النجمة جالكسي قدروا بأنه ياخدوا مركز ثاني زي ما خاب ظني على فريق وفريق الألفا 7 اللي جابوا الجيم، فيوب يوب يوب كان الزون كتير صعب. هلا احتمال نشهد برضو نفس السيناريو، فمنتابع ونشوف أكيد هو مو أفضل سيناريو راح يكون، لأنه حاليا نحن عم نشوف الزون الثالث لو راح ياخدنا، برضو عم نشوف في فراغ وعن سبراي من عن سرود بالريد دوت والسكار إل ما في أي إطاحة، ولكن في دمج كتير عالي زون جنوبي بحتي، تضاريس عم تكون نوعا ما صعبة ولكن برضو فيها الكمباوندات يعني أهون من زون الفالد المار، يعني أهون من زون الجنوبي أو زون الشومسيرا. فريق تي اس سي عم يكون موجودين مع فريق العرب تشامبيونز برضو بإقصاءات موجودة، فريق الكونكرر والسيطرة على جبال اللوس اليونس، ولكن للأسف الشديد وجودهم بالأوت أوف زون رح يجبرهم بالتقدم على الزون، وهذا التقدم الشرقي احتمال يكون عرضة للتعارض مع فريق اليونيكورنز أوف لاف وفريق ريفولوشن وبرضو حتى مع فريق
مع فرق كثيره، فمنتابع اكيد التايم مهم جدا. شوف سرعه الزون، يعني نحن هلا سكر الزون الثالث خلاص ما بقى عندنا غير 10 ثواني وراح يبلش يحرك معنا فراك بالفينش، عم يكون موجود معنا فراك احد اللاعبين جدا المتالقين، احد اللاعبين جدا 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 يعني اللاعب ما شاء الله عليه. بنشوف حاليا هون عندنا ار اي تراشد عم يكون موجود معنا، ميني 14 غالي من عند اللاعب بوكا، وعم ما عم يرحب ما عم يرحب رغم انه هن موجودين بالاوت اوف زون، الا انه ما عم يستعجلوا ابدا للتقدم نحو الزون، بالعكس عم يحاولوا بانهم يجمعوا النوكات والكلات من الاوت اوف زون ويضغطوا على فريق العرب تشامبيونز. فراغ بالفينش والنوك الثاني عم يكون موجود على الدون ما اعتقد. شوف 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 معنا هون، هون في عندنا سبراي ولكن برضه اللاعب ار تي من فريق الريفولوشن بيعطي سبراي، ولكن كانت الريتش بعتقد مقلش او كان كلياته بالارض. بنشوف فريق ريفولوشن اسعى بوجه تعرض للو اتش بي، ار تي عم يكون موجود معانا، حلوه كثير وجميله فريق. اوه شوف بالاوت اوف زون الثالث عم يكون 1000 متر بعاد عن الزون، اعتراض روتيشن عم يكون موجود وتحصيل الكلات برضه عم يستمر من فريق ال دي او اي. بنشوف فريق الكلير خسارتهم لاحد اللاعبين رح تكون ضربه كثير كبيره، نحن اللي عم نحكي عن زون ثالث كل ما الزون رح يحتد اكثر واكثر. 13 فريق 43 لاعب بالدقيقه 15، عم نشوف اقصاءات كثيره للاعبين ولكن برضو عدد التيمات ما عم يقل. نحن من اول مباراه خسرنا فقط فريقين، فريق التيم كويست اللاعب حمكو، حمكو عم يكون بسبراي جميله جدا سريعه جدا عن طريق السكوب الفوري، يقدر فيها بانه يعطي دمج اوكي طفيف، ولكن فريق الفوركير عم يكون متواجدين معنا باقصى الجنوب يلي اكيد مجبورين ممكن بانه يدخلوا هذا الفايت، وهذا التوقيت اللي لازم يدخلوا فيه الفايت بنهايه المطاف. يعني انا راح العب سيف 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 لوسيفر، ولكن اوكي لايمت لايمت لازم يكون عندي التايم لحتى ابلش العب. اوه حمكو يتصيد احد اللاعبين، وهذه هي الثغره يلي بتلحق بالضرر لفريق الفور كي، اقصى احد اللاعبين اكيد راح يكون محتم، ما بعتقد يكون في ريفايف ابدا بحكم وجوده بالبوزيشن الصعب كثير كثير. فريق التيم كويست موجودين معانا بعدهم بالاستمراريه، بعدهم حمكو بالفينش، ثلاث كلات لصالح الفريق جوكر وعلي. حمكو يا حمكو هو عمليه الضغط يعني حمكو عم يولد عمليه ضغط كثير كبيره من قبل لاعب واحد. شوف 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 ابعطني هيد شوت، هيد شوت حلو عليك، بدي شوت موجوده. حمكو بالضغط ما عم يخليه يتنفس، ما عم يخلي اللاعب حرفيا يتنفس ابدا ابدا. حمكو والزون الرابع بسكر الزون بعيد عن فريق التيم كويست 200 متر، شايفينه نحن بالميني ماب، فبعتقد ما راح يكون عندهم ابدا صعوبه بالتقدم نحو الزون، ولكن نحن هون عم نشهد برضه بالزون او بالجيم من فريق الار 8 من فريق العرب تشامبيونز هو فيصل عم يحاولوا انهم يتقدموا. فريق الفوركي احتمال ما يكون عندهم ابدا اي مكان يقدر بانه ينسحب فيه، عندنا لاعب اللي هو علي من فريق التيم كويست يحاول بانه يتقدم على الزون ويمسك زون، هذا الشيء جيد جدا بالنسبه لفريق تيم كويست، يحاولوا انه خلص رح يامنوا اطراف الزون. من هذه اللحظات فريق الكونكرر عم يكونوا بفايت مع فريق الريفولوشن، مثل ما سبق وحكينا فريق الكونكرر رح يكون عرضه لدخول اكثر من فايت، هي سبراي من عند لاعب فيصل حلوه كثير يقدر بانه يقصي احد اللاعبين. فريق العرب تشامبيونز خسارتهم للاعبين كانت موجعة، ولكن برضو الامل والروح روح الحرب روح الفايت عم بتكون موجوده عند لاعبي فريق العرب تشامبيونز. زون يعني صعب جدا، ولكن بنفس الوقت عم يكون في عندنا كثير ضغط على اطراف الزون لوسيفر كثير كثير بالاخص الشمال. ما بالنسبه للانتقال والشيفتس اللي كانت تاعت الزون، يعني كلها توجهات جنوبيه جنوبيه، ممكن هاي نقدر نقول شوي عدلت عليهم بالنسبه على الزون الثالث وانتظار الزون الرابع، لكن ضغط عم بيكون جدا صعب عرب تشامبيونز ومحاوله السيطره اللي عم بتكون على لاعبين فوركرز ساوند دائما عند اللاعب فيصل كان فيه اقصاء، وحاليا لاعب سربرايز كلاس بلاير سرفايفنج في خارج نطاق الزون على خلاف باقي اللاعبين اللي ممكن يكونوا متمركزين داخل نطاق الزون. ديث اور انسانيتي علم بسولو وحيد، نفس الشيء اللاعب سبكترا وتوجهات الى داخل نطاق الزون، امور ما بتكون سهله بتاتا على التيمات، لكن استمراريه التوجه والتحركات الى داخل نطاق الزون نقاط حتكون اجباريه على جميع اللاعبين. سوا 69 ومحاوله استقبال ممكن تكون على لاعبين ذا ماسترز، ونشوف اول استقبال عم بيكون على لعبان من عند اللاعب بانل من لاعبين سوا 69 على مسافه حرفيا ما هي ذيك القرب من ناحيه النيد، لكن باداء بشكل جدا مبهر الياس ايش ممكن يقدر يقدمه، لكن الخوف من تدخلات من عند لاعبين الكونكرر، والامور لسه عم تزداد صعوبه اكثر واكثر على التيمات في محاوله وصول والدخول. انتظروا ونشوف من عند لاعب كوكا بوي، محاولات استقبال ممكن التيم تي اس سي على كونفيرم عم بيكون على يد اللاعب سن من لاعبين الماسترز اي سبورت، واستمراريه التوجهات والدخول الى داخل نطاق الزون، مواجهات عم تزداد صعوبه اكثر واكثر، الضغط والكونفيرم بيكون على اللاعبين، لكن محاوله التيمات ككل بشكل مجمل من ناحيه المحافظه على الاسم، محاوله المحافظه على المركز افضل، ما في ولا اي تيم عم بيحاول انه يكون راضي بنصيب التوسون، بالعكس عم بيحاول يؤدي باداء بشكل جدا ممتاز، لكن بينل من لاعبين سوات 69 هاي ممكن يكون في نوك اخر عن طريق النيد باداء ولا اروع. الكونكر اللي عم بيكون متمركزين
كينج بينل بوضع جدا صعب، ورجعنا نتكلم من ناحيه محاوله انسحاب من البوزيشن او محاوله استمراريه اتخاذ الفايت، اتوقع هي الاجباريه، لان انسحاب بضغط عند لاعبين كونكر والضغط من عند لاعبين الماسترز دي سبورت وضعيه ساندوش حتكون جدا صعبه بالنسبه للاعب بينل كونكر ولاعبين الدي واستمراريه ديث اور انسانيتي من ناحيه الفايتات. لكن توجه من عند اللاعب الياس عن طريق الباقي ومحاوله التحرك تي اس سي، هل ممكن تشهد من عندهم محاوله استقبال حار بالنسبه لتواجد اللاعب الياس؟ عم نشوف التمركز كيف ممكن يتم المناطق الشماليه الغربيه تامه اليونيكورنز اوف لوف، وعم نشوف على لاعبين اليو ال فايتات عم تكون مستمره بشكل جدا كبير. لكن لاعبين الداركنس حاليا ممكن يشهدوا بهالفايت بتقدم من عند لاعبين كونكر السرود، وكيف ممكن يتم الاداء فول سكواد. عم نشوف في هارك وش، لكن مواجهه فول سكواد تماما فالوضع ابدا ما حيكون سهل على اللاعبين هون من عند اللاعب ريول، عم يكون جدا كلوز. لكن نيد ممكن يتغير مجريات هالفايت كريبو والاستقبال الحار 1 HP لاعب كلاغا، والنهايه كيف ممكن تكون من عند اللاعب وان من استقبال يو ام بي على كلوز رينج. لكن الرد عم بيكون موجود داركنس، محاولات سيطره، محاوله اقصاء، دبل نوك على لاعبين داركنس لاست بلاي سرفايفنج. نشوف من عند اللاعب ويسكي واللاعب الدنو كيف ممكن ينهوها بالمواجهه مع لاعبين كونكر، محاوله اقصاء وسيطره تامه. لكن هنا الريلود هل ممكن يكلفه بشكل جدا كبير؟ يولد عليك ويسكي واستقبال اقصاء تام عم بيكون على لاعبين كونكر، سيطره تامه ومطلقه مشهدناها من عند لاعبين داركنس. واتوقع الامور كانت ممكن تكون واضحه بالنسبه للاعبين داركنس من ناحيه محاوله السيطره، لكن دخول الكونكر كان شوي فيو يعني هو من ناحيه محاوله ضغطهم على الداركنس. لكن امور كل مجريات تغيرت، اليو ال عم نشوف الضغط اللي عم بيتم عليهم بتواجد لاعبين يونيكورنز اوف لاف، محاولات الاقصاء عم تستمر وبتكون اول كل افتتاحيه الكلات بالنسبه للاعبين يونيكورنز اوف لاف على استمراريه التقدم. ممكن نشهدها بالنسبه للتيمات الاخرى عم نتكلم عليها عن لاعبين يو ال والتمركز داخل نطاق السموك والكفرز بتكون بشكل جدا بسيط. تي ام اس سن على اللاعب بوكا من لاعبين تي اس سي، فايتات عم بتكون مستمره بشكل جدا كبير في المناطق الشماليه الغربيه تامه، وبالاخص نتكلم عن لاعبين تي ام اس سي ومحاوله توجههم الى داخل نطاق الزون بتواجد لاعبين الكلير فيجن والمنطقه الغربيه التامه الاخرى اللي عم بيكونوا متمركزين فيها لاعبين النصر اي سبورت او لاعبين الكويست بتواجد حمكم لاعبين النصر اي سبورت، اللاعب هابي وخلينا نشوف ارهابي سوري واللاعب انجلو. ضغط عم بيزداد اكثر واكثر، لكن نيد من عند اللاعب ارهابي هل ممكن تكون اب او نهي على التواجد على التمركز؟ وعم بيكون متمركزين عرب تشامبيونز، لكن نيد من عند ارهابي ولا اروع فيها استقبال عم بيكون بشكل جدا عار على اللاعب انجلو. سن من لاعبين تي ام اس كيف ممكن يكون اداؤه؟ هل ممكن نشهد هون نيد اخرى تكون بنوك اخر؟ هل سن بوضع جدا صعب؟ لكن نيدات من عند اللاعب ارهابي هل ممكن تكون بالمكان الصحيح؟ واتوقع انها ممكن شوي تكون بعيده بدمج طفيف عم يتم تسجيله على سن وتحرك بوزيشن بشكل جدا سريع ومحاوله ريفايف. نيد اخرى من عند اللاعب ارهابي نفس البوزيشن اللي تم تسجيل فيه النوك على اللاعب انجلو، اتوقع ممكن يقدر يطلع حاليا برصيد 2 كيلز على الدبل نوك اوت اللي ممكن يقدر يسجلها خصوصا على محاوله كونفيرم واحده حاليا. زون خامس والتحرك عم بيكون اجباري بالنسبه لجميع التيمات والتوجه لداخل نطاق الزون، والفايتات والضغوطات لساتها مستمره في المناطق الشماليه الغربيه تامه بتواجد لاعبين سواد 69 على محاولتهم التقدم اكثر واكثر ومحاوله الضغط على لاعبين تي ام اس، ونشوف تواجد لاعبين كلير فيجن. لكن السيطره اللي ممكن نشهدها من عند لاعبين كويست بشكل جدا رائع، كلير مونستر وضعيه هدوء، لكن حاليا اجباريه الهيلاب انها تكون متواجده خصوصا كلاس تو بلاير سرفايفنج متقدم عند لاعبين تي ام اس ولاعبين سواد 69. الامور ما كانت سهله عليهم بتاتا، النيد وحاول الضغط ولا سموك عم بتكون بتامين الكفر التام بالنسبه للاعب مونستر الياس والتحركات، وحاليا اجباريه الانسحاب اكيد حيشهدوها لاعبين كلير فيجن. لكن هو الاستقبال ولا اروع بيكون من عند اللاعب ارهابي، النوك الثاني على لاعبين تي ام اس من بعد النوك الاول قدر يسجلوا حاليا. هل ممكن تكون انهاءات ولا كيف ممكن تتم الامور؟ حرفيا ارهابي عم بيأدي اداء بشكل جدا جبار من ناحيه الضغط اللي عم بيتم على لاعبين تي ام اس. لاست بلاي سرفايفنج والريفايف على اللاعب الياس احس حاليا صار شبه استحالي، لكن خلينا ننتظر ونشوف الامور اللي ممكن يقدر يتعامل معها لاعبين كلير فيجن بخاصه ارهابي مونستر وتواجد لاعبين تي ام اس. نيد ومحاوله الضغط على اللاعب بينل من لاعبي السواد 69، تي ام اس عم بيحاول يتمركز سيطر على المناطق الشماليه الغربيه تامه، لكن كويست لحد الان ما في عندهم تدخل بتاتا. نيدات ممكن تكون ضغطه بشكل جدا كبير على لاعبين كلير فيجن ومحاوله تقدم عند اللاعب سن. يا الله انجلو والنيدات والضغوطات وانهاء بشكل جدا سريع، تدخلات عم نشهدها بشكل ولا اروع من عند اللاعب جوكر من لاعبين الكويست، وسيطرات تمت على لاعبين كلير فيجن. لكن حاليا ادفانتج تنعطى للاعبين تي ام اس بدخول ميسر وسهل بشكل جدا كبير. سن والمولي ولكن التقدم حمكم بال1 في 1 حمكم بال1 في 1 والمواجهه بتكون جدا صعبه، لكن حمكم حاليا بالسيطره ومحاوله الاقصاء. اربع كلات وخمس كلات بتكون بالرصيد بشكل عام، ثلاث كلات فقط برصيد اللاعب حمكم. عم نتكلم عن تقريبا 70% من رصيد الكلات عند لاعبين الكويست باسم اللاعب حمكم من لاعبين النصر اي سبورت. خلينا نشوف اليو ال الالتيما كيف ممكن يقدروا يتعاملوا بتمركزاتهم داخل نطاق الزون محظوظين بتواجدهم، لكن هل الحظ ممكن يساعدهم بشكل جدا كبير؟ اقصاء لاعبين تي ام اس والسيطرات عم نشهدها من عند لاعبين سواد 69 واستمراريه محاوله توجه الدخول الى داخل نطاق الزون ما حتكون ميسره بهالشكل الكبير. التيما والردود اللي عم بتكون من عند لاعبين سواد 69، لكن استقبال على اللاعب فونكس واخر فقط ثلاث لاعبين بيكونوا متوقعين، لكن ريفايف اكيد حيكون موجود. بس عم نتكلم عن 22 ثانية فقط حتكون متبقية بالنسبة للتيمات انها تقدر تتعامل مع هالتحرك، انها تقدر تتعامل بدخول بشكل جدا ميسر وسهل الى داخل نطاق الزون. ما اتوقع انه هالامر ممكن يكون سهل عليهم خصوصا في المناطق الشماليه اللي من بدايات خريطه ميرامار لسه نرجع نقول الشماليه والغربيه اوريدي ضغط عليها بشكل جدا كبير اعتمادا على الحكم اللي قلناه بالبدايه اللي هي البلاي زون. لكن هنا 1 في 1 راشد والاستقبال اللي عم بيكون على اللاعب داري من لاعبين اليونيكورنز اوف لاف، هل ممكن يكون استقبال على اللاعب راشد؟ لكن اللاعب خلينا نشوف اللاعب
السيو كيف ممكن يقدر يتعامل للسيو، هل ممكن تكون من عنده استقبالات، ممكن تكون ردود راشد عليه، والمواجهه 1 في 1 لمره اخرى عم بتكون من عند اللاعب راشد مع لاعبين يونيكورنز اوف لاف، لكن على انتظار السبورت وانتظار الدعم فيصل بي 1 اتش بي، لكن هاي جراوند ناصر اي سبورت حمكون صالح عم بيكون التبادلات والضغوطات عم تزداد، لكن راشد حرفيا اون فاير بالدبل على لاعبين يونيكورنز اوف لاف، سو الوحيد فقط عم بيكون متبقي، هل ممكن يقدر يسويها نيلسيو بالمواجهه مع اللاعب راشد على محاوله ردة فعل، لكن الوضع عم بيكون جدا صعب من داخل نطاق الكفر ومن خارج نطاق الكفر، راشد كيف ممكن يقدر ينهيها، لكن نيد والتدخل يا الله التدخل من عند اللاعب علي من اللاعبين دي كويست بقصاءات يتم على لاعبين يونيكورنز اوف لاف، فايتات عم نشهدها اجريسيف زوز بشكل مو طبيعي خصوصا من نهايه الزون حرفيا شفت زون والضغط اللي تم اعطى متعه وحماسيه للجيم بشكل جدا كبير. 6 فرق 15 لاعب بتواجدين معنا والدقائق الاخيره فريق ال 69 المتعلقين الفريق العربي اللي بيلعب بي بي ام بي ال يوروب عم يكون متواجدين معنا، كوكا بوي بالفينش على احد لاعبي فريق الداركنس فريق التيم كويست بعده متواجدين معنا بثلاث لاعبين اثنين كلات تالق وفرد سيطره وفرد شخصيه عم تكون موجوده معنا، علي الكوش عم يكون موجود، علي من زاويه حمكو راس حرب عم يكون موجود معنا، التقدم خلاص واضح وصريح حتى يتعرض لدمج طفيف، ولكن عم نحكي انا عن جوكر 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 بالسبراي ولكن ما فيها ولا اي دمج، شلون شلون قلشت او كان عندنا سبراي ولكن كان عندنا كويست علي عم يكون موجود معنا، احتدت الامور اكثر واكثر، قرار فريق التيم كويست عنا عمليه مش عم تكون موجود معنا ولكن هون حمكو ما فيه يتحمس خلاص، جوكر يا جوكر نيد قاتله نيد مرعبه والله، هي مو نيد هيدي صائقه ساقط هذا المنزل، وإذ كانت كفيلة بأن تعطي إقصاء كامل للفريق، أوكي فريق التيم كويس حالياً بعد تلك الصالة 11 كيل، ولكن شفت هون سامبون شفت البوزيشن سيطرته هي من فريق ال 69 يعني نو no كومنت، توزع نصف هلالي على اطراف الزون سبليت رباعي ولا اروع من هيك، اوكي هلا عندهم لاعب نوك داون بي ان ال بعتقد يعني راح يكون ريفايف اكيد من كوكوبوي، ولكن احنا هون عم نشوف الهيمنه فرض السيطره الكثافه العدديه كل معطيات وكل يعني عوامل انك انت تفوز بالجيم متوفره عن فريق ال 69 حاليا، مطلوب منهم نفس طويل وبال طويل وخلاص ممكن لهم جي جي، ولكن احنا هلا عم نحكي برضو عن تيم كويست المتواجدين معنا بثلاث لاعبين وكاني موجودين بخمس لاعبين، الشباب عم تولع عندها روح اجريسيف كتير عاليه، راشد صاحب الكروس فايت الخطير ضد فريق اليونيكورنز اوف لاف عم يكون موجود معنا حاليا بعده بمهمه السولو، 5 فرق 12 لاعب متواجدين بالدقيقه 25 زون السابع، وفريق الداركنس يلي هن مهمتهم ويسكي ويسكي الله عليك بي ان اي للمره الثانيه ويسكي هون عندنا فونيكس مطلوب منك سبورت يا الحبيب، ولكن هون عندنا برضه كوكا بوي نيمو يا نيمو فريق الداركنس، هذه هي اللحظات الحاسمه يلي راح تكون كفيله اما بالاقصاء او بنقول لك خلاص يجي ويسكي ويسكي عم يكون عنده يعني ضربته للنيف او الملوكوف عنده احصائيات دقيقه، وحمكو حمكو الايم حمكو السبراي فريق ال 69 فجاه من فريق مسيطر ومهيمن الى فريق صار ساندويتش ما بين التيمين حرفيا، ويسكي دمر فريق ال 69 عن طريق النيدات والمولوتوفات اللي كانت جدا مدروسه وبالتوقيت وبالزاويه الصح والمكان الصح، نيمو واللاعب الاخير موجود برضه بالاوت اوف زون، داركنس حاليا مطلوب منهم دخول الزون، ويسكي عمل ريفايف، كوكا بوي بالفينش مطلوب منهم دخول الزون، ولكن برضه سيطرتهم فريق التيم كويس عم تكون جدا رائعه لوسيفر جدا جدا، يعني احنا عم نحكي عن ثلاث لاعبين سيطرتهم موجوده على هذا الكمباوند ما عم يخلي ولا اي فريق كان يتنفس ولا اي فريق كان، شوف راشد 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 بالسبراي انا لاعب مؤمن الله عليك يا خدار الله عليك يا خدار، نيمو راح يكون موجود بالفينش اوكي ياخذ سبراي جدا عاليه، حبكو يفنش فونيكس هون عم نشوف نحن نيمو باللو اتش بي مطلوب منك الهيلينج، وعم نشوف 11 كيل صارت مع فريق التيم كويست عدد كيل جيد جدا، نحن عم نحكي يعني 5 فرق لساتنا عم نحكي 8 لاعبين عاده بيكون موجود تيمين بس، اوريدي هلا اذا تم الاقصاء لاي احد من اللاعبين راح يطلع بالمركز الخامس اوكي جي جي توب 5 جيدين، ولكن نحن كمان عم نحكي بالمركز الخامس عم نحكي عن 6 نقاط فقط، ولكن بنشوف حاليا ويسكي وعم يتقدم فريق الداركنس بشكل عالي عالي ورغم اللو اتش بي على انه راشد عم يحاول بانه يتقدم، شلون راشد هيك ما عم يتدمج وشلون علي ما عم يقدر يدمج راشد، وراشد عم يحاول بانه بكل ثقه يطلع بالاوبن، شفنا ساتو اتس عبود وين موجود؟ اتس عبود عم يكون موجود معنا برافو عليك ينوك الاول جوكر خلاص، حمكو حاليا هو المهمه، حمكو هو الاساس، حمكو هو المطلوب والمطالب بانه يتقدم، ولكن وينه حمكو؟ ايش عم بصير؟ انا مستغرب جدا يعني من ايش عم بيصير ما بعرف حمكو شو جاي تسوي يا شلون؟ شو جاي تسوي؟ انا فجأة فكرت حمكو بتفنش ومقلشة عندي يعني ولكن ما بعرف شو اللي صار الشباب قلبتها طاوات وقلبتها بوكسات مع بعض، علي حاول بانه يهين شوف لي معانا حاليا تعبود يلا يا تعبود روح له يلا يا تعبود اعمل لك حركه شوف التقدم راشد لا 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 لا
عندك وين ما بيقول لك صبر ايوب، هذا هو كان صابر هون لاكثر من زولين بعتقد، قاعد قاطع نفس. اخر شيء اجى القض ضمن مركز ثالث كحد ادنى، سيناريو 1v1v1 ثلاث فرق 69 ريفولوشن وفريق الداركنس. بس جدا غريبه يعني حمكو، يعني اللقطه اللي عملها هي اوكي شيء شيء. اوه يا اخي انت رايح يا اخي انت مولع، بده يجيبها بالاوم، لا وين شوت كمان، الله عليك عدلينو صاحب اللقطات، لاعب مرتاح برجانه يعني خلاص انا مرتاح، شوفي بيلحقها انا مرتاح، انا مرتاح خلاص ما في ستريس، انا مهيمن، انا فارد شخصيه، انا اليوم عم قدم اللي عم قدمه. ادلينو موجود بلاعب ذو خبره كتير كبيره، اتس عبود، اتس عبود انا بعرفه يا لوسيفر من 3 سنين واكثر، من زمان كتير كتير كان يدخل كتامل من زمان رومات سولو تمام بال ويفوت ويرف ويربح ويفوز، وهلا بعده موجود بسيناريو 1 في 1 مع لاعب متالق جدا من فريق الداركنس الفريق المغربي اللي هو ادلينو يلي اكيد عم يثبت يوم عن يوم تالقه ومهارته، ولكن حاليا هون عم نشوف اكيد صاحب، يعني انا بعتقد اتعبوت صاحب النفس الطويل هو اللي راح يكون له ممكن افضليه، بس احنا هون عم نحكي عن زون اخير تماما، هلا بس يحرك الزون خلاص راح يضطر انهم ما يطلعوا عن كفراتهم او انه يلعبوا على الباتل هيل. ادلينو بخمسه فيرست 8 اتس عبود اللي عم يكون متواجد معنا، ما بعرف كان فيرست موجوده معه ولكن نحن عم نحكي اما مرك او ثلاثه اوكي ممكن بانه يقاوم الزون بلش يتحرك بعتقد، ولا ادلينو عم يتهيأ لي انه الزون بلش يقرب عليه، بس مستفاد الاكثر هو اتس عبود بحكم بعد الزون عنه، ولا ادلينو هو راح يجي زون ابكر من اتس عبود. بنشوف حاليا انفور ضد انفور، هون في درع هون في درع هون في خوذه هون في خوذه، حتى دمج الدرع تقريبا متساوي ما بين ادلينو وما بين اتس عبود، والخوذه ابدا ما ملقوقه. هلا هون راح نشوف بقى مين يعني الايم وصاحب الكروس فايت، مين اللي عنده الدوتش والكراوتش من مسافات 10 متر 20 متر راح تكون اقوى، رح يعطي الثاني هيد شوتات اكبر، لاعبين عندهم صبر كتير كبير لحتى وصلوا لهذه الدقيقه من بعد ضغط كان كتير عالي. ادلينو ثواني معدوده ورح ينجبر بانه يتقدم، تعبود بعده منتظر بيعرف وين الخصم بيعرف وين العدو، من بعد ما ادلينو قدر بانه بطريقه او باخرى يعني يقصي فريق ال69 بمركز الثالث، وتعبود بعده عم يكون موجود معنا، يعني هلا خلاص بعتقد بيان بعتقد نسمع هون عم نشوف تعبود. ادلينو اجاك الزون، ولكن برضه شوف الكفر عند ادلينو هون حاليا بيطلع، الله عليك تعبود 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 يفعلها، وينر وينر تشيكن دينر، الله عليك ريفولوشن ريفولوشن حلوه كثير وملعوبه كثير بوينر وينر وتشيكن دينر اوكي، ولا داركنس اوكي ريفولوشن غلبطت قلت شلون ادلينو قدر يعمل هالرياكشن ويعطي ضرب الهيد شوت اوكي تيجي جيم كان عنوانه الصبر عنوان ومفتاح الفرش، فعلا لاعبين صبروا كثير، نحن عم نحكي عن فريق ال69 اللي كان عم يصبر ويتقدم من زون الى زون، طريقه هيمنه طريقه فرض شخصيه على اطراف الزون جي جي، عم نحكي نحن عن لاعب وحيد من فريق الريفولوشن اللي فريقه من اول زون من اول جيم كان عم يتعرض لحاله من الضغط امام فريق النصر اي سبورتس وتتاليه الاحداث فايت ورا فايت، وبرضه يعني كمان كنا عم نشوف سيناريو كان كتير قوي من عند فريق الداركنس يلي قدروا يعني كمان بانه يثبتوا وجودهم يثبتوا لعبهم يلعبوا بالطريقه اللي جدا كانت متألقة. جيم كان رائع بزون كمان كان صعب، لوسيفر كان زون كتير صعب صحيح اكيد الزون كان جدا صعب، لكن على صعوبة الزون يعني انت انسى خلينا شوي بس يعني هيك كلام جدا بسيط يكون على نهايات الزون ايش اللي صار، نتكلم عن راشد نتكلم عن جوكر اللاعبين الكويس نتكلم عن لاعبين الالتيم اللي كانت نهايتهم اقل من جزء من الثاني بنيد واحده عند لاعب جوكر، امور كانت كلها كانت امور جدا غريبه، بس عبود حرفيا اللي طلع المستفيد الوحيد من لاعبين ريفولوشن كل الاحداث اللي صارت، لكن جي جي والبلاي بالنسبه لكل التيمات اداء جدا مبهر اداء جدا رائع اللي قدموا عليه رغم كل ضغوطات الزون والهارد شيفت على كل التقدمات حاليا. بس خلينا نروح بريك جدا سريع انا واخوي زوزو 10 دقائق ونرجع لكم مع المتعه والحماس ستيج زيرو اخر التسان وكل ما بالثاني تحياتنا واستنونا.
right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Nah, 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 nah
السلام عليكم جميعا، ربي يسعد مساكم، يسعد كل اوقاتكم. رجعنا معاكم اكيد ما رجعنا معاكم اكيد ما اساس زيرو، لكن حاليا عم نتكلم عن الماب الثاني خريطه السان هوك. ايش الاحداث ممكن تخبرنا اياها من بعد ما شفنا الاداء اللي كان جدا رائع من الجيوات، التحركات، كل امور تمت اللي صارت، على خلاف بالنسبه للامور اللي صارت بهيت الزون وايش الامور اللي كانت من راشد وفايتات كامله اللي صارت. لكن خلينا نشوف الليدر بورد حاليا، المركز الاول بصداره لاعبين ريفولوشن وفضل بشكل جدا كبير صراحه للاعب تعبود، سولو وحيد يقدر يحصل مركز اول، 6 كلات بتكون برصيدهم. داركنس مركز ثاني، شفنا اللاعب الجنو الاداء المبهر من ناحيه الاي دبليو ام هيت شوت. تيم كويست في المركز الثالث بسيطرتهم اللي كانت على الكومباوند بشكل جدا ممتاز، 11 كل اتوقع اعلى رصيد من الكلات. عرب تشامبيونز عند اللاعب راشد كمان نفس الشيء، أداء جدا مبهر بمركز رابع 16 نقطة، ومركز خامس السوات 69 14، مركز السادس الديث اور انسانيتي في 8 نقاط، والمركز السابع الالتيما ريج بخمس كلات، والمركز الثامن لاعبين الماسترز اي سبورت بالخمس نقاط، سوري كامل 5 نقاط، مركز التاسع يونيكورنز اوف لوف، والعاشر تي اس سي ليجندز، مركز 11 كونكر عراق، مركز 12 كلير فيجن اي سبورت، مركز 13 النصر اي سبورت، مركز 14 تيم ميتس، والمركز 15 فوركردستان، والمركز 16 لاعبين ريل تايجر 9 اللي شفنا بالنسبه للتيمين كمان بنصيب التوسون. فصراحه حاليا يعني زوزو محتاجين أداء جدا أفضل بالنسبة للتيمات، خصوصا المتدين للترتيب تحاول تثبت حالها، تثبت تواجدها بشكل أوضح من اللي كانت فيه. عم نتابع ونشوف حاليا أفضل 5 لاعبين، عندنا لاعب راشد 6 كلات، واللاعب جوكر الرسام يعني اللي رسم وحط نيت تبعيته كانت هي المحددة والناهية والحاكمة بكثير من المواقف، ولا حمكو حتى برضو اللي قدر بأنه يعمل ضغط كثير كبير، ولا عندنا برضو اللاعب سبيكترا يلي قدر بأنه يجيب عدد كلات جدا عالي. مباراة السانوك خط طائرة عم يكون موجود معنا بداية بالكامب برافو، نهاية بأقصى الجنوب الغربي. كامب برافو منطقة جدا رائعة، تعتبر من أفضل المناطق الاستراتيجية القادرة بأنها توديك لأفضل وأكبر وأي نقطة ممكن تكون موجودة في خريطة السان هوك. خط طائرة رائع جدا، هنشوف فيه توزع جدا رهيب بالنسبة للفرق، عم نشهد ونشوف حالا 3 فرق عم تتوجه بمناطق البارادايس، وفريق واحد في منطقة البوتكام، فريقين في منطقة البينان، وفريق الكلير على جوكر بالنوك والفينش. جوكر هلأ امتحناك، وجوكر بالفينش المبكر يعني خسارة كتير كبيرة لفريق التيم كويست بخسارتهم للاعب مثل لاعب جي جوكر، لاعبين القديمين جدا 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 في المينا اللي يوم عن يوم بيثبت انه اليوم عن جد الخبرة بتلعب دور كتير كبير، ولكن برضو زيادة المهارة الفردية موضوع جدا مهم لازم يتم الشغل عليه. وشوف احد اللاعبين عم تابعوا، شوف حاله منصور اف بي بي عم يكون موجود معنا، برافو عليك نوك، عم يكون موجود والاقصاء للاعب علي الثاني، لاعب عم يتم اقصائه من فريق تيم كويست، فريق كويست اللي تم اقصائه بعتقد من المركز الثالث في خريطه الميرامار. هون عندنا سبراي موجوده، لاعب حمكو كيف راح يتصرف، برضه مطلوب التعزيز، عم نتابع ونشوف حاليا برضه، والنوك عم يكون متواجد بمقربه جدا شديده، وفريق الكلير عم يحاول بانه يعوض النقاط اللي خسرها بخريطة الميرامار، رح يحاول بأنه يرجع بخريطة السان هوك بقوة أكبر وأكبر. عم نشوف حاليا الفريق الكلير لعبهم فينتكس اللي عم يكون موجود بسيناريو 1v4 فريق تامل، التعزيز أتى عم يكون متواجد معنا حاليا، والفايت ليكون ممكن يتصيطوا لحمكو، ولكن شلون رح يتعامل مع هذا الموقف؟ ما في فوز وما في درع، حمكو خلاص انكشف الموقع. الله عليك سبراي عطيك عكيم وسكوب الفور موجود، حمكو عم يكون متواجد معنا، برافو اللاعب الثالث ممكن يشوف فيها جلاتش سكواد وايف، موجود حاليا متقدم يكون موجود، حرام حرام مظهور في
حرام منظور الاف بي بي كان كملها، كان كمل الرسمه بنجاح، ولكن نحن هون عم نشوف يعني ون نوك انقاذ الموقف يا لوسيفر جدا رائع. جدا رائع. بكلامنا على كلاش روب اللي عم يكون متواجد في منطقه البارادايس، عم نتكلم عن ثلاث تيمات بتواجد لاعبين عرب تشامبيونز، فيصل فراغ اللاعب دون ماوث او معاذ سوري، واللاعب راشد اللي ادى اداء جدا مبهر تحصل على المركز الرابع من ناحيه سولو بلاي كان بشكل جدا ممتاز. نصر اي سبورت وبتواجد معاهم اللاعب ثور 69 بالفايت ممكن يستمر نفس الشيء. 3 بارتيز عم يشهدها مع لاعبين فور كورستان، لاعبين تي ام اس تمركزات، لكن سبليت سولو عند اللاعب سربرايز ما بعرف صراحه اذا ممكن هالبوزيشن يساعده بشكل جدا كبير، لكن كميه الضغط اللي حتكون بشكل اعلى من المحتمل. يعني نتكلم باللاعبين نصر لاعبين تي ام اس، فالامور ما حتكون سهله بتاتا، على خلاف من عند اللاعب راشد استمراريه التقدم حاليا اللي ممكن يشهدها. راشد كيف ممكن يكون اداء راشد، كيف ممكن يقدر يتصرف بتواجد لاعبين كويست وحمكم بيتم عليه الريفايف ولاست تو بلاير سرفايفنج بعد الاقصاءات اللي عم تستمر اكثر واكثر بتواجدات من لاعبين كبير فيجن على كانت محاوله الضغط. ميركل بالنوك، ميركل بالفينش، الفايت الاخر عم بيكون موجود. ثور 69 فور كريستان اللي عم بيحاول يسيطر بالتدخلات من عند لاعبين تي ام اس، وشفنا لاعبين تي ام اس من ناحيه محاولات سيطرتهم على الفايتات من ناحيه محاوله تدخلهم بالفايتات كانت غير تقريبا. هل ممكن نرجع نشهد نفس تقريبا سيناريو اللعب عند لاعبين تي ام اس؟ الدون معاذ والنصر حمكوا عليهم بالنوك، والنصر اي سبورت لاعب راجناروك على لاعبين تي ام اس، فايتات حرفيا عم بتكون متبادله بشكل جدا سريع وبشكل جدا كبير، لكن لاعبين العرب تشامبيونز عم بيحاولوا يسيطروا على منطقه البارادايس بشكل جدا ممتاز. والتي ام اس حاليا على ريفايف يتم على اللاعب الياس، ونشوف كيف ممكن يتم من عند اللاعب بان بتواجد لاعبين في كردستان. اقصعتم على لاعبين النصر اي سبورت ويغادروا بنصيب التوسون، واتوقع لاعبين ريال تايجر 9 ما عم بيكونوا متواجدين بتاتا، لكن حاليا من عند لاعب جولد من لاعبين ار تي جي كور سكواد المتواجد مع لاعبين فور كورسان. هل ممكن يكون في تغيير من ناحيه الاداء اللي ممكن يتم من عند لاعبين فور كورسان؟ احداث كامله عم ننتظرها، احداث كامله ممكن تتغير اكثر واكثر من عند اللاعبين، لكن النهايات في هالمنطقتين بارادايس وحاليا منطقه الكامب تشارلي باسم مين حيكون مسيطر عليها؟ وحيد فقط، ما اتوقع انها ممكن ترضى القسمه على اثنين او ترضى القسمه على ثلاث من بعد الاقصاءات اللي تمت بشكل جدا سريع. خلينا ننتظر كافه الاحداث والتغيرات اللي ممكن تكون في هالمكان من ناحيه البوزيشنز ومن ناحيه محاوله السيطره والكثافه العدديه اللي بتكون من عند التيمين، لكن حاليا لاعبين فوركستان على محاوله السيطره تمام في البوزيشن، ومحاوله الريجروب اللي ممكن يشهدها من عند لاعبين تي ام اس ريجروب ممكن يكون كفائده بالنسبه لهم على خلاف انتشارات ممكن تكون بشكل جدا ممتاز عند لاعبين فوركستان. عم نتكلم عن سبليت سولو من احد لاعبينهم اللي ممكن يعطي ادفانتج وبالاخص على اللاعب ريان، وحاليا من عند اللاعب انجلو دبل 3 على محاوله التقدم اكثر ومحاوله الوصول عند لاعبين فوركستان. عم نشهد محاوله هارد بوش تامه من عند لاعبين تي ام اس والمواجهه مع لاعبين فوركستان، لكن التقدم عم بيكون بشكل جدا سريع من عند اللاعب الياس لحد الان بدون اي محاوله رد او رد من عند اللاعب سربرايز او حتى من لاعبين فوركستان بشكل جدا تام، لكن بان والاستقبال اللي عم بيكون هنا اول نوك على اللاعب الياس للمره الثانيه ومحاوله الرد عم نشهدها حاليا بتكون متواجده على اللاعب سربرايز من لاعبين فوركستان. نهايات لصالح مين حتكون؟ نشوف من عند البان التقدم، لكن من عند لاعب جولد من لاعبين ار تي جي كورس سكواد، وزي ما تكلمنا اللي بيكون مشارك ومتواجد مع لاعبين فوكستان. انتظار كامل التحركات والاقدام اللي يكون من ناحيه الفايت، كيف ممكن تنتهي ريان وتعرض للدمج بيكون جدا طفيف من بعد خساره اللاعب داروي ولعب سربرايز حاليا بالنوك سربرايز سرفايف من لاعبين فوكستان، وضع يكون جدا صعب. مولي محاوله ضغط اكثر وقت على اللاعب ريان، ننتظر من بعد تحرك الزون ايش الضغط اللي ممكن يكون متولد، وعم نشوف حرفيا ما في اي نوع من انواع الهيلز اللي ممكن يقدر يستخدمها اللاعب ريان من لاعبين فوكستان. ضغط حيكون بشكل جدا كبير، لكن على استمراريه التقدم على استمراريه الضغط انجلو دبليو 3 انجلو دبليو 3 سربرايز عنصر المفاجاه، هل ممكن يكون لصالح اللاعب ولا لا؟ نشهدها من عند اللاعبين تي ام اس محاوله سيطرتهم التامه والمطلقه على منطقه الكامب تشارلي، لكن بوصول من عند اللاعب جولد من لاعبين ار تي جي كل سكواد عم بينحط بوضع جدا صعب. محاوله المغايره من ناحيه التحرك والمراوغه اكثر واكثر ومحاوله الضغط اكثر على لاعبين الفوركستان، امور عم تكون جدا صعبه عرب تشامبيونز، واقصاءات عم بتكون على لاعبين كثير فيجن كول مي والاقصاء اللي عم بيكون موجود اللاعب ريان بوضع جدا صعب. وان اتش بي لكن الاستقبال عم بيكون حاب ممكن يسويها بالدبل لكن بتكون جدا صعبه. وان اتش بي على السوبر سرفايفنج او سول وحيد فقط من لاعبين تي ام اس بمحاوله الضغط اكثر واكثر، هون ممكن تكون نهايات كل الاعتماد الكل اللي عم بيكون على اللاعب جولد من لاعبين ار تي جي كل سكواد. خلينا نشوف كيف ممكن يقدر ينهيها، جمب وحيد فقط ممكن تكون نهايه، ممكن تكون امر وين انفو لازم ينعطى من عند اللاعب سن على خلاف ذلك على خلاف محاوله البوش، لكن الريفايف عم بيتم والوضع عم بيكون جدا صعب. ما استغل النقطه لكن الدمج عم بيكون بشكل جدا كبير عالي، هل ممكن يقدر ينهيها؟ بري فاير مستمر والامفور على كلوز رينج والمواجهه مع اللاعب بان، لكن سبراي والنقل هون على السريع سول وحيد فقط عم بيكون متوقعي جولد من ون اتش بي تي ام اس سيطره تامه ومطلقه على منطقه الكامب تشارلي باداء ولا اروع، اداء جدا جبار مغيرات وحرفيا اللاعب جولدن بتاخره من ناحيه الفايت اللي تم اعطوا فرصه للاعبين تي ام اس انهم يكونوا متواجدين. اوكي عم نتكلم عن لاست تو بلاير سرفايفنج، لكن عم نتكلم عن رصيد الخمس كلات سيطره تامه فرد شخصيه من ناحيه نطاق منطقه الكامب تشارلي، والفايتات الاخرى عم بتكون مستمره، ونشوف من عند اللاعب اي ار جي
ناين كيف ممكن يكون حاليا عنصر مفاجأة عليه من عند لاعبين ميث سوري وحيد فقط عم بيكون موجود الوضع ما حيكون سهل بتاتا اللاعب رمز هل ممكن يشهدها بالاستقبال هل ممكن تكون ولا ما تكون آخر لاعب أوريدي كان كمان متبقي في منطقة في خريطة ميرامار كاملة وكانت الإقصاءات عليه بشكل جدا سريع لكن نهايات ممكن يشهدها حاليا الهارد بوش التام اللي عم بيكون من عند لاعبين الألتيما كيف ممكن يقدر يتعامل معها أو هو بالأخص كيف ممكن يقدر يتعامل يعني 1 في 4 وضع أبدا ما هو سهل خصوصا كمية الدمج عم تكون بشكل جدا كبير تقدم من عند اللاعب فاروق من لاعبين الميتس والفايتات اللي ممكن تزداد أكثر وأكثر رمزي بالنوك وفاروق هل ممكن نشوف من عنده أي محاولة تدخل أو ضغط وسبورت يتم لكن السبورت انعدم تماما ورمزي يكون بالمغادرة التامة خلينا ننتظرها ونشوف حاليا على اللاعب فاروق النوك الآخر لاعبين الميتس عم بيكون وضع جدا صعب لاعبين الميتس عم بتتم عليهم الإقصاءات المستمرة أكثر وأكثر بتواجد لاعبين الألتيما ريج أداء جدا مبهر أداء جدا رائع لكن حاليا عم نتكلم زوزو عن خسارة أربع أفريقيا وتبقي فقط 11 فريق 38 لاعب على الزون الثاني دقيقة الثانية فايتات عم تكون متتالية بطريقة جدا جدا سريعة وجميلة ولكن اليوم خريطة السان هوك عم تكون جدا قاسية بالنسبة لكثير من الفرق 11 فريق 30 لاعب الزون الثاني 50 ثانية لا حتى يحرك معنا فريق اليونيكورن اوف لاف عم يكون موجودين معنا حاليا بروتيشن يحاولوا بينهم يتقدموا على الزون بالغرب او شرق البودكاب عم يكون متواجدين معنا باربع لاعبين عم يحاولوا بينهم يعملوا عمليه سكاوت راح تكون في عندهم رؤيه كامله وشامله على الزون بالكامل او على حتى البوزيشن بالكامل فايت التي ام اس مع فريق الفوركي كان جدا رائع جدا جدا يعني كان في امل اكيد انه يكون الوضع يروح لصالح فريق الفوركي ولكن اللاعب الاخير بفريق التي ام اس عرف يلعبها بالطريقه الصحيحه نحن حاليا عم نشوف يعني الضغط كل ما راح يزيد اكثر واكثر فريق ريفولوشن ماسكين بوزيشن جدا استراتيجي دائما هذه الكمباوندات بتكون تحت سيطرة فريق ريفولوشن بحبوها بحبوا هذه العمارات يعني حتى أنا وقت بسميها بوقت البلعب جيم وينهم كمباوندات ريفولوشن بأي جيم كان نشوفها حلوة السنجلة حلوة السنجلة يعني سبراي بالسنجل جميلة جدا بيعطي فيها دمج جدا رائع فريق الميتس بعتقد عم يدخلوا فايت بهذه الأثناء رح يحاولوا برضو بأنهم يكون في عندهم بطريقة أو بأخرى عدد كلات ممكن بأنها تكون مفيدة لأنهم لاعب مؤمن اللي عم يحاول من دون ما في فيرست ايت أبدا أوكي الوضع رح يكون أكيد جدا صعب يعني بالنسبة لمؤمن ما بعتقد بأنه يقدر يقاوم دمج الزون العالي بالأخص وطلع يسكر عنا الزون الثاني ونحن حاليا عم نحكي إنه هو بعيد عن الزون من قارب 800 متر فأكيد مسافة كتير كبيرة وبالأخص ما في أبدا أي وسيلة مواصلات بأنه يستخدمها للموتور لبقي ولا أي شيء ولكن هون عم نشوف فريق الالتيما موجودين معنا حاليا فريق التي اس سي ليجندز متواجدين وفي عمليه سبراي ممكن تكون موجوده فريق ريفولوشن 1 في 4 بالنوك داون من لاعب لوكس وبنشوف العمليه السيطره موجوده يعني لوكسي ما في الفينش ولكن الفينش اكيد كان مهم ولكن تفادي الفينش هذا شيء مطلوب من فريق ريفولوشن وعمليه الحمايه والسبورتر اكيد مطلوبه اندفاع واضح من فريق ال دي او اي متواجدين معانا هدوء هدوء يعني من بعد الفايت التي ام اس وال4K ما عاد شفنا ابدا اي فايتات او شوف 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 المخاطره وشوف الجراه من فريق ال دي او اي يعني غريبه جدا تقدم هذا سبراي واحده او رؤيه واحده من فريق ريفولوشن راح تكون كفيله ويسكي من فريق الداركس عم يحاولوا بينهم يدخلوا فايت مع فريق التي اس سي وشوف ويسكي اتفنش ويسكي نوك من فريق الداركنس ويسكي تفنش من فريق التي اس سي فريق الكونكرر برضو عم يدخل فايت مع فريق ريفولوشن اللي لعب فراغ نوك داون سرود يا سرود موجود معنا ادلينو صاحب لقطة الاومز جدا رائعة بخريطة الميرمار عم يكون موجود معنا بإقصاء احد لاعبين فريق 69 والريو ريو والبوزيشن بمنطقة الكواري نيمو عم يكون متواجد معنا حاليا فراغ بال ريفايف من قبل راشد سموك اكيد مطلوبه بسان هوك سان هوك بتعرف وين راح تكون الغدرات دي ان ام ممكن يكون فيها فينيش اوكي ولكن لا 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 يعني انكتب له عمر جديد حرفيا ادلينو يعطي بي ان ال امل جديد انه يقدر انه يهيل ويقاوم حتى فريق ال 69 عم يتعرض لضغط كثير عالي شكل هذا الزون وصفر زون جوكر زون صعب نحن عم نحكي عن زون اكثر من 40% تقريبا 30 40 45 ممكن بالمية ما زائد مقسوم لجزيرتين بأي لحظة ممكن نشهد هارد شيفت هارد شيفت من الجهة الهايتن أو حتى شوف شوف السبراي 1 في 4 الله عليك الدمج شو الدمج ما شاء الله عليك شوف 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 يا سلام يا سلام سبيكترا بالنوك داون على 1 في 4 الفينش حيكون موجود يعني هذه هي الجرأة اللي كنت عم أحكي عليها والغرابة حتى بطريقة البوش عادة التيم بيروح بيعبر عن طريق الجسر ولكن لا عملوا روتيشن مائي
كان جدا خطير هذا الروتيشن بالنسبه لهم. سموكر تعرض لنيت، يعني لو اتش بي نيت الثاني راح تكون كفيله بالاقصاب، اعتقد هي النيت اتت سموكر راح يكون معنا بالنوك داون. فعلا فعلا نوك داون على لاعب سموكر اتس عبود عم يكون موجود معنا في الريفولوشن مثل ما احنا عم نشوف عبود لما الاخير اتس عبود صعب الوينر وينر والسكند وينر اللي يقدر بدوره بانه ياخذه بخارج. شوف 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 يا عمري عليك الدمج اتس عبود وربك انك قوي والله انك قوي خلاص يجي يعني 1 في 4 قد ما كنت ولكن صعب بس جدا كان في مقاومه كان في رد كان في دمج عم يلحق اللاعب اتس عبود بالفريق الخصم من مركز اول وتشيكن دينر الى اقصاب المركز العاشر. عم نتابع ونشوف فريق الداركنس بثلاث لاعبين اللي يضرب انهم يجيبوا مركز ثاني من قبل اللاعب ادلينو عم بعدهم يكونوا موجودين معانا لحتى يعززوا نقاطهم اكثر واكثر. اقصاب فريق ريفولوشن بالنسبه لفريق الداركنس هذا خبر جدا مسعد وجدا سعيد راح يكون بالنسبه لهم، يسعدهم ويعطيهم حافز اكثر بانهم يتقدموا اكثر واكثر بعمليه جمع النقاط و عملية حصد المراكز العالية بنهاية المطاف. السؤال الثالث على الأبواب عم نشوف 9 فرق 30 لاعب، العدد كل مرة عم يقل أكثر وأكثر ولكن عم نشهد سيناريوهات جدا غريبة عجيبة بخريطة السنوات بالأخص. هلا وقت راح يسكر هذا الزون راح يحدد معانا وين راح تكون الكفة. نحن اللي عم نحكي عن كفتين، كفة يمينية وكفة يسارية، لعند مين راح يروح الزون؟ هل برأيك أنت لوسيفر هون الحظ راح يلعب دور؟ الحظ دائما يلعب دور بجميع انواع الالعاب جميع انواع البطولات مهما كانت تكون، لكن برضه الخبره والمهارات ان كانت كفرتيه ولا الكوميونيكيشن العالي اللي بيكون عند التيم بيلعب دور اخر كمان من ناحيه تحرك الفريق كيف ممكن انه يقدر يسيطر بدخول الزون والروتيشنز على اختلاف. فبالنسبه للحظ ما هو هالدور الكبير اللي ممكن ياثر على الفريق بشكل جدا كبير، لكن يب حيكون فيه له نسبه من ناحيه تاثيره على الفريق. ونرجع ونذكر يعني نقول بالنسبه انه مهارات الفريق هي اللي ممكن تكون لها الدور الاساسي من ناحيه تحركاتهم أدائهم اللي بريدكشن اللي ممكن يتم بالنسبة للزون من عند الاي جي ال اللي ممكن يلعب دور بشكل جدا كبير من بدايات الزون إلى النهايات. لكن على اللاعب راشد محاولة استقبال 1 اتش بي من عند اللاعب كلقا من اللاعبين الكونكرنت نشوف الاستقبال كيف ممكن يتم والدخول محاولة السبورت والانتظار راشد بوضع جدا صعب استقبال حار نوك وفينش إلى ذلك هم بشكل جدا جبار من عند لاعبين العرب تشامبيونز وبالاخص الفضل اللي كان بشكل جدا كبير للاعب راشد عم بيكون الاقصاء التام معاد وحاليا على لاعبين يونيكورنز اوف لاف راشد بانه يكون فينش على يد اللاعب كلاغا التيما ولاعبين التي ام اس واليونيكورنز اوف لاف لحد الان ممكن تكون خسارتهم الثانيه لكن يونيكورنز اوف لاف على لاعب معاد نوكو فينش اللي كان مستمر من بدايات المحاوله اكثر واكثر على لاعبين يونيكورنز اوف لاف عم بيكون عندهم محاوله انتقام تامه وخلص السكوت التام بيكون بالنسبه للاعب دون معاذ من لاعبين عرب تشامبيونز. لكن خلينا نشوف لاعبين الداركنس ومحاوله تحصيل فورميشنز كافيه بالنسبه لكل التيمات والتحركات سبليتات عم تكون بشكل جدا ممتاز على المناطق الشماليه من الهاتينا على استمراريه التحرك بالنسبه للاعبين الالتيما اللي عم نشوفهم بالمناطق الغربيه تامه في محاوله استمراريه الدخول اكثر واكثر لاعبين الديث اور انسانيتي اللي عم بيكونوا بوزيشن جدا ممتاز لكن حاليا ما عم بيكون ممتاز بتاتا. المستفيد الوحيد بشكل جدا كبير عم نتكلم عن لاعبين الكونكرر التيم الوحيد اللي داخل نطاق الزون شفت اكيد حيكون على جميع التيمات في المنطقه الغربيه تامه عرب تشامبيونز كلاس تو بلايرز سيرفايفنج وضع ما حيكون عليهم سهل بتاتا لكن كلقوا محاوله استقبال لاعبين يونيكورنز اوف لاف ونشوف حاله الاحياء اللي تمت على اللاعبين وثلاث لاعبين عم بيكونوا موجودين لكن الامور بتاتا ما حتكون سهله حتى لاعبين عرب تشامبيونز صراحه حيتم عليهم جيت كيبنج من ناحيه محاوله الدخول جدا صعبه واستمراريه السنجل شوتس اللي عم بتكون عند اللاعب كلقا والضغط ممكن يزداد اكثر واكثر من بعد خساره اللاعب ريفا والنوك داون اللي عم بيكون موجود على اللاعب ريو. الامور عم تزداد صعوبه على التيمات كامله عم نشهد هالشيء في النهايات اوريدي الزون ما عم بتكون مريحه بتاتا يعني عم نحكي عن انتقاله من المناطق الصحراويه تماما في خريطه ميرامار وصولا الى الجنجلز في خريطه السان هوك تيمات حرفيا ما اخذت راحه بتاتا على خلاف اتوقع اللي كانوا مرتاحين بشكل جدا كبير في خريطه الميرامار هم لاعبين الكويست بنزلاتهم بتحركاتهم سيطرتهم على الكومباوندز اللي دامت لنهايات الزون بشكل جدا ممتاز لكن اكيد كان في تدخلات وكان في اراء اخرى كانت من عند اللاعب راشد ولاعبين عرب تشامبيونز اللي غيرت شوي مجريات الفايتات وغيرت مجريات الجيم بشكل عام. لكن هون خريطه السان هوك اتكلم عن احداث كلها ممكن تكون مغيره واستقبال عليكم جدا حار عند لاعبين الـ TSC وضعية هدوء تامة هولد باحت اللي عم بيقدروا يستقبلوا فيه لاعبين الـ Death or Insanity Last Super Surviving. خلينا نشوف الـ Spray ممكن تكون موجودة من عند اللاعب Golden OF هل ممكن تكون ولا ما تكون في محاولة إقصاء في محاولة سيطرة في محاولة إنهاء تام على تواجد لاعبين الديث اور انسانيتي. ثلاث لاعبين كثافة عددية اكيد اعلى من اللاعبين اللي عم بيكونوا متمركزين فيها دو فقط والزون اللي عم بتقارب حرفيا على الضغط اكثر واكثر على اللاعبين لكن العرب تشامبيونز وسمريتهم من ناحيه السبراي والضغط على اللاعبين الالتيما اللي كان في عندهم تحركات من المناطق الغربيه تمت لمحاوله الوصول الى المناطق الجنوبيه اللي عم بيكونوا متمركزين فيها لاعبين عرب تشامبيونز. ديث اور انسانيتي ثلاث لاعبين اوكي كثافة عددية كامله لكن عم نشوف سبليت من عند اللاعب سبيكترا اللي ممكن يقدر يستقبل فيه لاعبين التي اس سي اللي حيحاول يضغط عليهم نيدو محاوله استقبال جدا حار عنصر مفاجاه حيكون بشكل جدا كبير من عند اللاعب سبيكترا من لاعبين ديث اور انسانيتي اللي محاوله ضغطه اكثر واكثر على لاعبين التي اس سي لكن نيد من عند اللاعب الترا شاح ونشوف الالترا شاح وايش ممكن يتم من عند لاعبين تي اس سي بضغطاتهم اكثر واكثر. داركنس محاولات التربص والترقب اللي عم بتكون متواجد من عند لاعبين تي اس سي استقبال حار عم بيكون على اللاعب وومن سبراي بشكل جدا عالي من عند اللاعب جولدن او جولدن اوف اتوقع من لاعبين
جي اس سي، هل نوك الثاني ممكن تكون على لعب ويسكي اخر ثلاث لاعبين فقط يكونوا متوقعين؟ ومؤمن الوضع جدا صعب من ناحيه محاوله الريفايف، خصوصا عم نتكلم عن فايت خارج نطاق الزون بالنسبه لتواجد لاعبين الداركس ولاعبين تي اس سي اللي عم بيحاولوا يضغطوا بشكل جدا كبير. هيدات وين بثبات بشكل جدا عالي، ضغط حرفيا لا متناهي عم بيكون لاعبين داركس، لكن التقدم عم بيكون مستمر. جولدن اوف مواجهه مع لاعبين الداركس، لكن هون اعتماد على ثبات الايم وردات الفعل بالمواجهه مع اللاعبين، هل ممكن تكون ولا ما تكون؟ الدن بالنوك وسولو حاليا عم بيكون منطقه غربيه وسولو اخر عم بيكون منطقه شرقيه، مولي محاوله ضغط لكن اللاعبين اسوات 69 ايش ممكن تكون امورهم ردودهم وافعالهم على محاولة منع جميع التيمات في المناطق الشمالية الغربية تماما من وصول الدخول إلى داخل نطاق الزون، لكن الجنة والكنفرم حيتم وسبام على البحر فقط عم بيكون متواجد محاولة تحصيل الكنفرم ويسكي، وعم بيحاول يرد على لاعبين سوات 69، لكن هون سبراي عالي من عند اللاعب جولدنوف على محاولة الدخول أكثر وأكثر. اللاعب تورنيدو وال اتش بي، تورنيدو وال اتش بي، لكن على اللاعب الترا هشاه اللي عم بيكون عليها بالنوك والدبل بشكل جدا سريع من عند اللاعب تورنيدو، لكن نوك داون عن طريق البلاي زون ولا تدخلات عم بتتم من عند لاعبين ديث اور انسانيتي على لاعبين الكونكرر، أمور وفايتات عم بتكون بشكل جدا سريع. ويسكي سولو وحيد فقط عم بيكون متبقي، والنهايات كيف ممكن نشهدها؟ النهايات كيف ممكن تكون؟ ويسكي محاولة كنفرم، ويسكي عم بيحاول يغسل لاعبين تي اس سي، وشر انتقام ممكن يتم من عنده على كل التقدمات تمت عند لاعبين تي اس سي، وعنصر المفاجاه كان بشكل جدا كبير، لكن لاعبين الديث اور انسينيتي من عند اللاعب بايسكي اللي عم بيقصي اخر لاعب فقط كان متبقي اللاعب جولدنوف، وحاليا ويسكي على محاوله تحرك وصول داخل نطاق الزون اللي ما بيكون فيها متواجد فقط غير اللاعب سرود من لاعبين الكونكرر والزون. لحد الان عم تخدم لاعبين كونكرر بشكل جدا ممتاز، التيما وتواجد لاعبين العرب تشامبيونز بوضعيه هدوء تام، واتوقع لاسبري سرفايفين كان عم يتكلم عن 5 ثواني فقط متبقيه على الزون الخامس واجباريه تيمات كاميرا على الوصول والدخول الى داخل نطاق الزون، لكن من عند اللاعب فراغ استقبال حار عم بيكون هدوء عم بيكونوا متواجدين واخر لاعب فقط متبقي من اللاعبين التيما، لكن ريفايف عم بيكون بشكل جدا سريع، هل ممكن يقدر يسويها؟ هل ممكن يشهدها بكلاش؟ لكن هون سبراي بشكل جدا عالي، وضع صعب عم بيكون على اللاعب فراي، يوم بيو على كلوز رينج لكنها جدا صعبه، استقبال حار، التيما على لاعبين العرب تشامبيونز، وحاليا عم نتكلم عن التوب 6 والمنافسه على المركز الاول بتواجد 15 لاعب فقط من خارج نطاق الزون، لاعبين يونيكورنز اوف لوف واستمراريتهم للتقدم والتوجه لداخل نطاق الزون، كونكر ايش رايهم وايش ردهم حيكون بالنسبه لهالتدخلات كامله للتيمات من المناطق الشرقيه الى داخل نطاق الزون؟ فريق ال69 بلاعب اخير فقط عندهم لاعب نوك داون والثاني لو اتش بي، متابع ومنشوف حاليا 6 فرق 14 لاعب متواجدين معنا بالدقائق الاخيره، الحاسبه عم تكون موجوده. الله عليك، او يا الايم، او يا ثابت الايم 69 بالاقصاء من قبل نيف من عند لاعب ريو، وريو حاليا عم يكون موجود معنا برضه باقصاءات متتاليه على الفرق كثير كثير متوسعه، يعني ريو ايمت لحق يجيب كذا الاقصاءات وبسرود عم يكونوا موجودين معنا 4 فرق 10 لاعبين بدون السادس على الابواب. شوف السبري موجوده وحاليا سبيكترا بيكون موجود معانا، هو اللاعب جيش بعتقد الاسم، وسرود وفريق الكونكرر ممكن يكون هذا الجيم من نصيبهم بحكم عندهم ريو داخل الجيم، سبراي موجوده من خلف السموك، سرود بعمليه الفينيش فريق اليونيكورنز اوف لاف، والدخول زن بعتقد حيكون شبه مستحيل بالاخص وجود اللاعب كالاغا بالهاي جراوند، وعمليه الضغط عم تكون موجوده معنا ريو. خلص انطلب التعزيز من قبل فريق الكونكر، رح تكون ريو هو اللاعب المتكامل رح يقدر انه يكمل فريقه بعمليه ضغط كثير عاليه. جاب فريق الكونكر الانفو انه خلاص الفريق هيدا هو، يا اخي دخول كالاغا له طعم مختلف، دخول كالاغا له ثباتيه جميله جدا، شوف الدروب شوت عم يكون موجود رياكشن، ولكن لا الفينش عم يكون موجود، كالاغا بالنوك والفينش، فزعه سرود وريو مطلوبه اكيد، تقدم عم يكون موجود من قبل فريق الكونكر، ودخول الزون السادس على الابواب هو راح يكون معنا دخول المصيري بحكم وجود كمان ما ننسى فريق الداركنس برضه عم يستمر بنفس الاداء، يعني عم يكونوا متواجدين معنا من توب 3 للمره الثانيه، جيم اخذوا فيه توب 2 حاليا، عم يضلوا محافظين على نفس النقاط، هذا الشيء عم يعلي من رصيدهم اكثر واكثر فريق الكونكرر يلي عندهم الامل وعندهم الفرصه بانهم يعملوا كامباك خطير جدا بحكم وجودهم بتو بلايرز، وهون الريفايف تم اكيد لسبكترا، وهذا خبر كثير راح يكون غير مرضي لفريق الكونكرر بانه نحن عم نحكي اليوم عن لاعب جدا قاسي بتعامله مع الخصم اللاعب سبكترا، وبنشوف اللاعب ويسكي هل ترى راح يقدر بانه يجيب مركز ثاني او مركز اول، شوف مبين عنده لاعب ريو مقلش ريو، ولكن هون ويسكي عم يختار انه ما يعطي ابدا اي انفو لاي فريق إن كان، يا هل ترى فريق الكونكرر بيعرف وجود اللاعب ويسكي بهذا المكان او لا؟ ريو والكونكرر فريق الداركنس بلعب اخير، فريق الدي او اي متواجدين معنا برضه جيش وسبيكترا، كيف راح يتصرف؟ دخل الزون ودمج الزون كثير عالي، والزون هون عم يبتسم اكيد ولا لاي فريق، عم يبتسم الي ولا لوسيفر، هون ما في معنا ولا اي فريق داخل الزون السابع، يعني والله ويسكي ما بعرف كيف راح يدرك مركز جوا الزون، هون عم نحكي نحن عن تضاريس، صحيح زون صغير وخلص ما في مفر منه، ولكن برضه تضاريس هذا الزون عم تكون كثير صعبه فول اوبن. سبيكترا ما في اتش بي ابدا، ما في هيل، ما عم يقدروا ابدا بانهم يهيلوا، الشباب مضاينها على البانديج، حتى يعني انرجي درينك ما قادرين بانهم يعززوا دمهم اكثر واكثر. جيش عم يكون متواجد معنا رح يحاول بانه يجيب الانفو اكثر على اللاعب ويسكي، ممكن عنده احساس انه ممكن يكون في عندهم لاعب، وما بعرف اذا بس كذا الفريقين بيعرفوا بوجود انه في لاعب
ثالث او لاعب من فريق ثالث او لا ما بعرف، ولكن انت انا بشوف حاليا مجريات المباراه اللي عم تكون جدا متوتره بالنسبه للثلاث فرق. يعني نحن عم نشوف فريق الداركس مرتاحين كثير كثير من ما خسرانين شيء، حتى لو اخذوا مركز ثالث نحن عم نحكي عن نقاط كثير عاليه، 10 نقاط بالنسبه للمركز الثالث، وبعده معهم كلات يعني 16 بوينت بجيم واحد تنضاف لتشيكن للمركز الثاني، برضو كان معهم نقاط. فريق الكونكرر حاليا رح بلش يستكشف موقع فريق الدي او اي، فريق تكتيك لاعب ويسكي كاشف الكل، ويسكي راصد الكل، بس يا هل ترى رح يجوا هن بالمكتوب بيعطي سبراي لهون حولها على اليسار فورا، لازم يجيب انفو على اللاعب اليساري عند اللاعب سرود، ولكن هون ما بعرف شو القرار اللي بياخذه حاليا ويسكي، بياخذ الاول ممكن ياخذ الثاني، شلون ما شافه؟ شلون لا يا ويسكي؟ شاف ريو اللي هو اوريدي لعنا نحن ما كان مبين، وسرود عم يكون موجود معنا ضربه موجعه 1 في 1 عم يكون موجود معنا حاليا في السيناريو والكلوز يو ام بي عم يكون موجود يحول على الفور، ولكن هون عم نحكي الله عليك وات والله عطى دمج كثير كبير، ولكن هون اللاعب جيش وينر وينر تشيكن دينر معنا يعني 11 كل 11 كل كمباك كثير 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 خطير بالنسبه للفريق. بس لوسيفر ويسكي ما يعني حرفيا نهايه كونكر كانت مفروض على يد لاعب ويسكي، بحكي لك شوف الكومن من بداياته بالنسبه للاساس زيرو نهاياتها عم تكون جدا غريبه بالنسبه للتيمات الاحداث كاملتها عم بتصير، فما اعرف يعني هالشيء صراحه كان ممكن يفتح مجال للاعب ويسكي انه يكون ممكن بالمركز الثاني او ممكن حتى يقدر يجيب في الشيكن على التقدم اللي كان ممكن مستعجل من عند اللاعبين، او اخر لاعب فقط كان متبقي لاعب جيش من لاعبين ديث اور انسانيتي. لكن جي جي والبليت احداث بتصير احيانا، ممكن التوتر من خارج نطاق الزون، الضغط اللي عم بيتم من نطاق الزون، فنقدر نقولهم يعطيهم الف عافيه صراحه ما قصروا التيمات، كلاته لعب بشكل جدا ممتاز، خريطه سانوك اداء مبهر من البدايات، اجريسيف سيطر العرب تشامبيونز على تقتل بريد دايز، شفنا الاداء اللي كانوا الاروع من عند لاعبين تي ام اس سي ودخول لاعبين تي ام اس سي، والفايتات استمرت اكثر لنهايات الزون اللي ما كانت ابدا مريحه على التيمات، شفناها زون جوكر تماما هي على الشرق ولا هي على الغرب، لكن كانت بنهايتها على المنطقه الشرقيه خدمه الكونكرر بشكل جدا كبير، كانت ممكن تقدر تضمن للكونكرر التشيكن دينر، لكن تدخل لاعب ويسكي اثر شوي على مجريات الفايت، والنهايات كانت باسم لاعبين ديث اور انسانيتي. حاليا بنكون وصلنا لفقره البريك، حروح انا واخوي زوزو باذن الله 10 دقائق ما حنطول عليكم نرجع لكم، لكن لا تنسوا دعمكم لاساس باللايكات والاشتراكات، واكيد تسجيل عندهم بسكريماتهم على اساس جي جي، راجع لكم بعد البريك يا حلوين، تحيات.
yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I'm on this lame shit. السلام عليكم جميعا ورجعنا لكم. ربي يسعد مساكم يسعد كل اوقاتكم. دروني بس كنت حاط ميوت. نورينا كلاتكم حكوا معاكم اكيد انا واخوي زوزو على الماتش الاخير الماتش الثالث اللي حيكون هي خريطة الإيرانجل. خلينا نشوف خريطة الإيرانجل ايش مخبتنا من الاحداث بالنسبة لكل هالتيمات اللي عم بتكون موجودة بأداءها المبهر وحرفيا اللي قدرت تقدم لنا اياه بسيطرات وتتابع من ناحية الأداء. لكن خلينا نشوف تتابع الأداء والسيطرات كانت متواجدة بالنسبة لما بين أوليات ايش قدموا لنا بالليدر بورد. الداركنس يكونوا بالمركز الأول، جايبين الديث اور انسانيتي في المركز الثاني، ونقاط جدا متقاربة فريق نقطتين، كونكر المركز الثالث، والمركز الرابع لاعبين العرب تشامبيونز، الخامس ريفولوشن، السادس تيم كويست، المركز السابع سوات 69، والمركز الثامن ألتيما ريج، المركز التاسع يونيكورنز اوف لوف، المركز العاشر ماسترز اي سبورت، 11 تي اس سي ليجندز، 12 يكونوا في فور كردستان، المركز 13 يكونوا متواجدين فيه لاعبين كلير فيجن اي سبورت، 14 تيم ميتس، 15 نصر اي سبورت، والمركز 16 ريل تايجر 9. نتمنى لهم اكيد حاليا رحله جدا موفقه وميسره. مسار خط الطائر راح يكون متواجد على خريطه ايرانجل اللي ما متبقى عليه الا دقائق وثواني جدا بسيطه، ويثبتوا لنا المتعه والحماس ومين اللي حيكون اكيد حاصل على جائزه ال $50 في المركز
الأول. خلينا ننتظر ونشوف حاليا الأحداث كاملة كيف حتكون في خريطة إيرانجل، الخريطة النهائية، الأداء اللي ممكن يتم من عند التيمات ككل بمسار خط الطائرة الواضح من المناطق الجنوبية تامة وصل إلى المناطق الشمالية الشرقية، بداية من ميليتري بيس، مرور بالفورم شيلتر بريزن ممكن يكون المسار، ونهايته أتوقع بمنطقة الكمشك في أعلى الشمال وأكي الشمال الشرقي، وما نقدر ننسى منطقة الياسنايا. زوزو صراحة خلص الزون اوريدي كلياتها من بداياتها، خريطة الميرامار، خريطة السانوك شفناها هارد شيفت، فحابة أشوف توقعاتك بالنسبة لخريطة إيرانجل. ما راح لك ميليتري بيس ابدا، ما تحلم بذاكر، بس حاسسني قلبي كمان راح تكون ميليتري بيس، ممكن لانه عم نشوف عن جد زونات صعبه اليوم. ما بعرف شو القصه، معني خط الطياره لوسيفر دائما عم يكون جدا عادل، يعني عم نشهد نحن حاليا خطوط طائره عم تكون عادله بتوزعات الفرق، حتى يعني توجهاتها عم تكون جدا سلسه، ولكن دائما عم يعني عم نواجه مشكله بالمفاجات اللي عم تكون موجودة من قبل خط من قبل الزون. حتى منتابع منشوف، يعني اليوم شفنا فريق الداركنس متصدرين، فرق بينهم وبين المركز الثاني فقط نقطتين، يعني رغم تألق الداركنس بجيمين إلا أنه في فريق عم يكون وراهم، فغلطة واحدة حاليا بهذا الجيم بالنسبة لفريق الداركنس راح تكون كفيلة بإقصائهم أو عدم تصدرهم، حتى إذا تم إقصائهم كتوسون. عندنا فريقين، فريق الكرير وفريق العربي تشامبيونز، توجهاتهم المباشرة إلى مناطق البوتشينكي. الفريق لا هالمرة نظامية، هالمرة نظامية. شوف النيت عم تكون موجودة معنا، فريق الكي اس مع فريق ريفولوشن تماما، لا نظامية. يعني تخيل لو يعني لو كانت ميليتري بيس، انا واثق 100% لوسيفر رح يدي علي، كان ما بعرف لانه ساعتها اوفر لا. ولكن لا هالمرة مش الحال تماما، ما فلا انفدنا منها. كان قاعد يكون موجود جولدن عفوا فريق الار تي جي كورد سكواد موجود معنا حاليا مع فريق ريفولوشن بمنطقة الميليتري بيسز وقريب منهم، ولكن برضو بحاجة شباب للود، دقيقتين فقط معهم ليلوتو نجمع اللود فيصل عن طريق المستين على اللاعب فريق الكلير. شوف المولوتوف كيف أكلت فريق الفوركي بالكامل، انت منه بدون الثالث عم يشعر نار وشرار. أوه ريان ايش اللي سواه؟ ما بعرف شو اللي صار، يعني صراحة هو فرصة للريفولوشن يكون في عندهم تقدم صراحة. ما بعرف اذا هن اوريدي شافوا الكلفيد او هن المشكله هي مولوتوف، لو كانت نيد وانفجرت كانوا اكيد عرفوا فريق ريفولوشن بالاحداث اللي صارت، بس هي منها نيد وهي مولوتوف، فصارت الامور كلها على الهس، ما حدا شاف الا انا وانت والمشاهدين. ففريق ريفولوشن ما بعتقد شاف ولا دري فريق الفوركي بثلاث لاعبين، يعني ريال ما بعرف شو اللي سبب السين اللي صار، ولكن بغض النظر فريق العربي تشامبيونز وضغط يعني الملحق بفريق الكلير هذا شيء واضح بالكلفيد والتفوق اللي عم يكون موجود. يتعبود عن طريق نيت حاليا، الكثافه العدديه كان لازم تكون لصالح فريق ريفولوشن، ولكن اوريدي فريق ريفولوشن داخلين بثلاث لاعبين، فحاليا احنا عم نحكي عن سيناريو 3 ضد 3. وفريق تي ام اس اللي تالقوا بخريطه السان هوك برضه عم يكونوا موجودين، يعني ثلاث فرق في منطقه الميليتري بيس، احنا شفنا سيناريو كثير صعب، يعني رغم انه نحن شفنا بالكل فيد تالق فريق ريفولوشن واقصائهم المتتاليه لفريق الكلير، الا انه لا بالعكس عم يكون برضه فريق الكلير ملحق بضرر القاسي جدا على فريق العرب الشامبيونز. نشوف حاليا الميدات عم تكون موجوده حلوه كثير من جولدن، ولكن هون عم نحكي عن ديبي 1 في 4 بالنوك داون على جولدن، لاعب واحد ولا لاعبين فقط عم يكونوا موجودين بفريق الفور كي، ولكن احنا عم نشوف تقدم برضه فريق تي ام اس وفريق الماسترز عم يكونوا موجودين معنا بالتوقيت الصحيح والسليم، راح يحاولوا بينهم يطولوا كثير بارتي يضغطوا فيها، وهون شاف 1 في 4 بعتقد خلص شافوا، شلون شافوا؟ انا واثق انه شافوا، لكن النيت هي سبعين يا نيت انا لاحقك بقول لك يا 1 في 4 نيت الوداع عم يضربها بالبونت، شو السبب؟ ولكن كان قادر بانه يسيبها اكثر، شلون ما شافوا 1 في 4؟ نشوف حاليا يعني سبي عم تكون موجوده معنا، فريق ريفولوشن عم يحاول بانه يضغط اكثر واكثر، ولكن هون عم نشوف نوك وور اللي حقق الفينش، ولكن لا فريق الفوركي عم يحاول بانه يضغط اكثر واكثر، دخول فريق تي ام اس سين بالتوقيت السليم، شوفوا الغدار، شوفوا وين دخل، الله عليك، اوه فريق ريفولوشن حاليا بعذاب، اتس عبود مهمه صعبه، فريق تي ام اس عم يضرب بيد من حديد، اربع لاعبين يحاصروا منطقه الميليتري بيس بالكامل، ما يعطوا فيها اي ادنى فرصه لفريق الفوركي ولا فريق الريفولوشن، راح تكون في حتى فرصه واحده للمقاومه. بنشوف على فريق الفوركي عم يكونوا متقدمين معنا، لاعبهم الاخير تم الريفايف خلاص، وفريق الريفولوشن
يخلص بهذه الاثناء. حلو عليك بان يا بان، النقط الاول عم يكون موجود، هو سعبود اللاعب الاخير موجود معانا. خلص فريق ريفولوشن رح يكون بسيناريو سعبود 1v4 مهم كثير صعب. فريق التي ام اس داخلين باحتدام هذه المباراه، داخلين مولعين، داخلين بدهم يعوضوا مباراتين متتاليتين يعني كانوا قادرين بدهم يقدموا فيها الافضل، ولكن حاليا الاجريسيف واضح من عندهم، الاندفاع واضح من عندهم، الليتات عم تكون موجوده، ولكن حذاري اتس عبود يقطع نفس، اتس عبود يحاول بده يقاوم، ولكن هون شو رح نحكي نحن؟ نحن عم نحكي عن ام 7، ولكن قد ما كان التي ام اس حكام هذا الزمان، ميلتري بيس تحت ايادي فريق التي ام اس وسيطره عم تكون جدا رائعه، 9 فرق 33 لاعب فقط متواجدين معنا، ولسات المزون الاول لوسيفر. احداث من بدايات يعني كليا مغير، بدايته من عند لاعب ريان اللي صراحه احسه كان مدمر للاعبين فور كردستان بشكل جدا سريع. تي ام اس لحد الان مستمر على نفس اسلوب اللعب من بداياتهم، دخولهم بيعتمدوا على الثيرد بارتي بشكل جدا كبير، عم بيحاولوا ينتهزوا فرص اللي يدخلوا بفايت على الخصم يكون جدا سهل بالنسبه لهم، المواجهه يكون الخصم حرفيا منهك خلاص، تعب من ناحيه الضغط اللي تم عليه ولا من ناحيه الهيل والنوك اوتس اللي ممكن تكون على اللاعب ككل، على اللاعبين ككل في التيم. فاستغل نقطة بشكل جدا ممتاز وقدر يسيطر على منطقة الميليتري بيس. لكن بداية صراحة بالنسبة لخريطة إيرانجل حنشهدها من بعد الاجريسيف اللي تم وكل أداء التيمات، حاليا حنشهد وضع هدوء حيكون بشكل جدا كبير صراحة من ناحية التيمات. 9 تيمات على خريطة إيرانجل لسه، الزون الأول يعني ما سكر ما فتح عنها، ما ابتدأ الزون الثاني، فالأمور حتكون جدا ميسرة بالنسبة للتيمات التحرك. عم نشوف زي ما ظهر معنا على الميني ماب، نشوف تي اس سي في منطقة سيفرني، نشوف لاعبين تي ام اس في منطقة ميليتري بيس، سوا 69 حوية النوفو، تواجد باقي التيمات الأخرى في المناطق الشرقية اللي أتوقع حتى يكون عندها دخول جدا ويسر سهل، خصوصا عند لاعبين داركنس ممكن يكون في عندهم تمركز على منطقة البوتيتو ماونتن. كلير فيجن في منطقة البوتينكي من بعد الإخصال اللي تم على لاعبين العرب تشامبيونز، مع أنه أنا مستغرب صراحة من لاعبين العرب تشامبيونز، تعودنا على نزلتهم من بعد التحديثات الجديدة بالنسبة للاعبين العرب تشامبيونز، نزلات غربية على الساحل الغربي كومباوندز الغربي منطقة الإكواري، ما بعرف ايش اللي رجع لاعبين عرب تشامبيونز على منطقه البوتشينكي، ممكن على محاوله تحصيل كلات، دائما نشوف اداء اجريسيف عالي من عند التيمات في نهايات المابات او كاخر ما بتكون، ان كان كدوري او ان كان كتورنمنت ولا ايفنت، ايش ما كانت ممكن تكون الامور. فممكن يكون تغيير ناحيه النزله عند لاعبين عرب تشامبيونز هي نقطه اساسيه بالنسبه لهم، لكن كونكر حاليا استلامهم للهاي جراوند اللي عم بيحاولوا يحصلوا فيه انفورميشن بالنسبه لتمركزات تواجد لاعبين الكلير فيجن متمركزين داخل منطقه البوتشينكي، على خلاف ذلك الريجروب اللي عم بيتم من عند لاعبين الداركنس والوصول على منطقه البوتيتو ماونتن الشرقيه بالتواجد من منطقة البوتينكي ولاعبين تي اس سي، تحركات من اعلى الشمال منطقة سيفرني ومحاولة العبور عن طريق جسر الروز هوك والوصول اكثر واكثر. الزون لحد الان ما تحددت الزون، ايش ممكن تقدر تقدمه للتيمات؟ هل ممكن يكون مريح ولا ضغط بشكل جدا كبير؟ والصراحة لو الزون حيكون شيفت غربي ممكن يضغط على التيمات بشكل جدا كبير، خصوصا التيمات المتواجدة في المناطق الشرقية، لكن على انتظار احداث وانتظار نشوف ايش خريطة الايرانجل قدمت لنا اياه في هالامور كامله بتواجد 9 تيمات 33 لاعب. من البدايات ما كانت هالاداء جدا افضل بالنسبه للاعبين، لكن خلينا ننتظر ونشوف كيف ممكن تكون نهايات خريطه ايرانجل، استمراريه تحرك التيمات، استمراريه محاوله الوصول، التمركز اللي ممكن يتم عند اللاعبين سامو والكلير فيجن، استمراريه مرحله اللوت اللي حاليا عم نشهدها، خلينا ننتظرها ونشوف كيف ممكن تتم من عندهم، كيف ممكن تكون السيطره بالنهايه، خصوصا استمراريه التوجه حاليا والفيكلز اللي حتكون باكمل وجه بالنسبه للاعبين الكلير فيجن، حتكون باداء جدا مبهر واداء جدا رائع. وهون عندنا فريق الكلير يلي حادث نجوا منه اكيد يعني، بس تخيل لو كانت مكلتش السيارات وتفجروا اللاعبين، 9 فرق 33 لاعب سيناريو خريطه الارنجل يلي ما كنا متوقعينه ابدا بفايت مبكر جدا في منطقه ميلتري بيس. بالحقيقه فايتات في مناطق متعدده، وهون عندنا فينتكس شكله عم يطارد الشباب، حاسس وانا حاسس بده يدخل معاهم فايت بالسيارات، ولكن فريق الكلير والروتيشن باتجاه مناطق السكول يعني الزون الاول راح يسكر معنا. فريق يونيكورنز اوف لاف عم يكونوا موجودين بالمقرب من فريق الكلير، هون المطارده عم تكون واضحه، عم يحاولوا بينهم ياخذوا السياره. اوكي بعتقد سمعوهم، يوب سمعوهم فريق يونيكورنز، بهذه الاثناء احتمال يكون عندهم قرار بدون الفايت. فريق الكلير عم يكون موجود معنا، الاستقبال واضح وصريح، هون عم نشوف عنا الرد برضه عم يكون قاسي. فريق الكلير متهيئ ومحضر نفسه، شوف الساندويتش اللي ممكن يوقع فيه هذا الفخ، فريق الكلير فريق يونيكورنز كيف راح يتصرفوا؟ هي السباي عم تكون هي المصيريه، يا ترى راح يكون في الاقصاء ولا كيف فينتكس؟ ولكن لا، التجنب هذا الفايت عم يكون واضح، توزع فريق يونيكورنز اوف لافا جميل جدا، ولكن لهلا ما جاب اي نوك داون. حمودي بالاقصاء اللاعب اول لفريق اليونيكورنز، ولكن هون عم نشوف فينتكس كان بده يحاول بانه يكبر السياره، ولكن لا هون بقرر ممكن بانه يغير الزاويه، راح يحاول بانه يضغط من زاويه اخرى.
لاعب زاندو، مثل ما عم نشوف فريق الكلير متواجدين معنا باربع لاعبين اربع كلات، والتفوق على فريق يونيكورنز عم يكون موجود، ويل باللو اتش بي عم يكون متواجد معنا بهذه الاثناء، وحمودي بالفينش على احد لاعبي فريق يونيكورن. ويل بشوف شوف شوف التقدم، شوف لعب فريق الكلير، شوف الاريحيه، عم يكون في انقضاض ضد واحد، عم يكون جدا رائع، برافو عليك. لو حمودي بالنقطة الثاني، حمودي يفعلها، اقصاءات متتالية عم تكون موجودة، ولكن هون عم نشوف يعني فريق الكلير بحلة جديدة، وداء جديد، ولعب جديد، وستايل جديد عم نشوفه موجود في خريطة الإيرنج. الفريق اليونيكورنز أوف لاف عم يكونوا موجودين معنا باقتصاد اللاعبين، وهي اللامبرجيني بتفرض هيبتها، يعني لونها أصفر، وحتى الخان اللي قاعدين فيها فريق الكلير كمان لونه أصفر، وسكنات فريق الكلير كله أصفر، فيعني في تناسق، في تناسق. هذا الجيم احتمال يكون لهم بحكم التناسق اللي عم يتوافق معهم بهذا الجيم. من تابع بنشوف فريق اليونيكورنز أكيد لا أجعل... هي الغلطة أوردي. فريق الكلير عم يحاول بده يجمع انفا واحده بس على اللاعبين، شفت تقدم بالميني ماب، تقدم فريق الكلير على هذا اللاعب من فريق اليونيكورنز، يعني عم تكون في صين طراق، وهي من جدا رائع، يعني اذا عم تكون موجوده، ولكن هون نحن عم نحكي برافو عليك. اوه المولوتوف حلو كثير كثير، يا الله دخيلك، انا المولوتوف بيلحقها نيد فيندكس بيكون كفيل بالاقصاءات، ولكن برضو النيدات كانت متتاليه على فريق الكلير. لاعب اخير من فريق اليونيكورنز، كيف راح يتصرف فريق الكلير؟ خسارتهم لاحد اللاعبين عم يكون موجوده حمودي، شو اللي عم يصير؟ اندفاعية فريق الكلير عم بتكون جدا جدا ملفتة للنظر. حمودي جاب الانفو، هون منتابع ومنشوف، هي النيد احتمال تكون النيد القاتلة لفريق الكلير، ولكن لا بعيدة. كلير فيجن اي سبورتس عم يكونوا متواجدين معانا، تقدم عم يكون موجود، فيندكس شافوا اللاعب خلاص كشفوا، بنشوف حاليا جاب من السيارة مخاطرة، ويعني عم ضحى بنفسه، عطى هذا الكل انه خلاص خلاص انا يجيب خلاص، يعني هو ضحى بنفسه كرمال الفريق، ولكن كان في حماس زايد كثير من عند اللاعب، كان في تقدم جدا جدا، في خطوره من عند لاعب فريق الكلير. الكلير نسبه انه هن ياخذوا التشيكن دينر كانت كثير كبيره، ولكن للاسف الشديد تم خساره لاعبين من عندهم، 8 كلات احتمال يتم خسارتهم بنهايه المطاف في المركز الثامن او بالمركز السابع حتى، يعني اكيد الكثافه العدديه بتلعب دور كثير كبير، فاستهزاء فريق الكلير بالخصم وبطريقه اللعب هذا يمكن يكون له عواقب كثير وخيمه بهذا الجيم. يعني بصراحة اوكي شفنا سيطرة الكلير على لاعبين يونيكورنز اوف لاف بالنهايات، لكن ما كانوا مضطرين اوريدي على خسارة اللاعبين، يعني لاعب تلو الاخر الوضع كان جدا صعب بالنسبة للاعبين الكلير، ف اوكي قدروا يجيبوا اربع كلات. يعني ما بعرف اذا استمر صراحة اللاعب عند لاعبين الكلير بهالاداء، ما بعرف اذا ممكن يقدروا يقدموا اداء افضل من اللي قدموه، او ممكن نقدر نقول ممكن ما يحالفهم الحظ زي ما حالفهم بانه انهاءات على لاعبين يونيكورنز اوف لاف. فنشوف اوريدي التمركزات بالنسبه للتيمات، الفايتات من ناحيه سيتويشن، من ناحيه بلاي ستايل ممكن تختلف من تيم لاخر، فهذا الشيء ممكن ما يضبط مع اي تيم، يعني اذا ضبطت مع لاعبين يونيكورنز اوف لاف ممكن ما تضبط مع تيمات اخرى عم بتكون متبقيه. بس عم نشوف قله العدد المتواجد بالنسبه للتيمات، توب 8 27 لاعب، عم نحكي عن تقريبا الزون الثالث ب 25 ثانيه فقط عم بتكون متبقيه لابتداء الزون الرابع، والامور لحد الان تقريبا تعتبر ميسره بالنسبه للتيمات، ان كانت كتحركات، ان كانت كتوجهات او محاوله التمركز في البوزيشن ممكن يقدروا يرتاحوا، ممكن يقدروا يسيطروا عليه. فخلينا نشوف حاليا لاعبين الكويست اللي ادوا اداء جدا مبهر ورائع في خريطه الميرامار، بغياب تقريبا شبه غياب في خريطه السانوك، ايش ممكن يقدروا يقدموا لنا اياه في خريطه الايرانجل، الماب الاخير اللي بتكون متبقيه من استاز تير زيرو. حاليا نشوف 69 فونيكس ولاعبين سوا 69 بشكل عام، نيمو واللاعب كوكابوي، ثلاث لاعبين عم بيكونوا متمركزين تقريبا بالساحل الجنوبي من الجزيرة الأساسية في خريطة الإيرانجل على خلاف التمركزات اللي عم بتتم بفول سكواد من عند لاعبين الكويست وسبليت سولو، تمركز حمكو علي، ونشوف سبراي بشكل جدا عالي، هيد شوتين أتوقع، وبدي واحد عم بيكون على لاعب علي 1 اتش بي، وضع عم بيكون جدا صعب بالنسبة لهم، مو ديك الصعوبة صراحة من ناحية هيلاب حتى، لكن سوات 69 مستحيل يكون في عندهم محاولة هارد بوش تامة على لاعبين الكويست، خصوصا عم نحكي عن تمركز في كومباوند بشكل جدا رائع، سبليت سولو ممكن يساعد لاعبين الكويست باقصاء على لاعبين السكواد 69، فهي حرفيا الاحداث اللي ممكن نقدر ننتظرها ونشوف على بدايه الزون الرابع وين ممكن يكون مصير التيمات وايش ممكن تقدر تؤدي لهالتيمات. لحد الان من عند اللاعب فونكس محاوله تحصيل انفورميشن بالنسبه لتواجد لاعبين كويست تي ام اس، فايت مع لاعبين التي اس سي، جولدنوف، بوكا، دبل نوك على لاعبين تي اس سي، محاولات اقصاء تي ام اس، لكن رد من عند اللاعب التراشاح في محاوله ضغط اكثر واكثر، والفايت عم يكون مستمر، فايت اخر بين لاعبين الداركنس ولاعبين
اللي عم يكونوا مستمرين الاخرين، لكن التي اس واستمراريته وحاله الاقصاء الوحيد فقط عم يكون متبقي الالترا شال، لكن اللاعبين التي ام اس حرفيا اون فاير عم بيكون دخولهم من بدايتهم في خريطه الايرانجل كونكرر، ولاعبين الداركنس والسبراي عم بتكون متبادله بين التيمين. ورجع نتكلم عن لاعبين تي ام اس بدايه منطقه الميليتري بيس، سيطره تام واضحه ومحاوله الدخول لسه عم بيسيطروا على التيمات اكثر واكثر، فالضغط عم بيكون بشكل جدا كبير حاليا لاعبين الداركنس. ونشوف الفايتات عم بتكون مستمره اقصاءات بشكل جدا سريع على لاعبين كلير فيجن، والداركنس حاليا برصيد النقطتين فقط، وبتكون بدايه كلاته من ناحيه الاداء اللي قدر يقدمه من ناحيه اخزاري كان على لاعبين كلير فيجن اللي كانوا بادينها من ناحيه بوشاتهم السول على لاعبين يونيكورنز اوف لوف، وهنا عم بيكونوا مدافعين ضريبه حرفيا التقدم السول اللي كان على لاعبين يونيكورنز اوف لوف على ايادي لاعبين الداركنس كويست ولاعبين التي ام اس، والردود ومحاولات استقبال التيمات اللي عم بتحاول تقدم اكثر واكثر. لكن سوا 69 احسه عم بيشعر باريحيه تامه، ما في عليه كميه الضغط بشكل جدا كبير خصوصا في هالبوزيشن، ممكن يكون في عنده انفو مسبق للاحداث بالنسبه للتيمات الاخرى من ناحيه تقدم التيمات اللي ممكن تكون متواجده بالاخص على لاعبين الالترا، لكن حاليا الزون ما حتساعده بتاتا. والكونكرر اليوم عم بيكون لكي من ناحيه خدمه الزون له بشكل جدا ممتاز، وبالاخص عند اللاعب ريو اللي عم بيكون سنتر الزون باداء ولا اروع. تي ام اس بسبلتاتهم على سولو وتريو عم بيكون متمركزين، والداركنس على السبريت وحاولت تدخل الى داخل نطاق الزون كيف ممكن يتم نصر اللاعب حمكو وسبراي بشكل جدا عالي، ومحاول سبورت عند اللاعب فونكس ونشوف السبراي كيف ممكن تستمر، هل ممكن نكات تكون متواجده، لكن التحركات والروتيشن عم بيتم بشكل جدا سريع من عند لاعبين سوا 69 واستمريت محاولة التوجه والدخول الى داخل نطاق الزون. فننتظرها ونشوف كيف ممكن تنتهي زون رابع ب 30 ثانيه فقط عم بتكون متبقيه لجميع التيمات اللي عم بتكون موجوده، نهايات كيف ممكن تحدث والنهايات كيف ممكن تتم، لك على انتظار الحماس والمتعه اكيد التيمات اللي حتقدر تقدم لنا اياها، ومستنيين نشوف مين حيكون حاصل على الصداره التامه بثلاث مابات، ثلاث ماتشات كانت متواجده في استاز تير زيرو. هاي الاداء اللي عم نستناه ونشوف حاليا بابتداء من عند التحركات عند لاعبين سوا 69، تمركز حيكون بشكل جدا ممتاز داخل نطاق الكومباوند، لك على خلاف ذلك تمركزات ممكن يشهدها من عند لاعبين تي ام اس على الهاي جراوند، وسرعه الضغط ممكن تكون حتى من عند لاعبين الكويست او بتواجد لاعب النصر حمكو على محاوله ضغط اكثر واكثر. لاعبين الالتيما والاستقبالات اللي عم بتكون متواجده على ايادي لاعبين الداركنس واللاعب الدنو اللي عم بيحاول يؤدي اداء بشكل جدا مبهر، تورنيدو والتحرك ومحاوله اقصاء الزاد اكثر واكثر برصيد الثلاث كلات، التوجه والدخول الى داخل نطاق الزون. الزون الرابع اوريدي ابتدى يتحرك، وحاليا الزون الخامس ايش ممكن الشيفت يكون واضح بالنسبه للتوب 6، و20 لاعب فقط عم بيكونوا متبقيين تقريبا مضى الوقت، يعني نقدر نتكلم على 17 دقيقه اوكي، والعدد التيمات جدا قليل بالنسبه للتواجد، حتى عدد اللاعبين يعني مو نقدر نتكلم على عدد تيمات متواجد وخساره اللاعبين، محاوله حفاظ على التمركز او بالنسبه للرانك بوينت من عند التيمات ككل، لا الوضع بيكون جدا اجريسيف من عند اللاعبين، دخول الفايت خلص يعتبر النهايه. داركنس حاليا والاستقبال ممكن يتم بشكل جدا حار وممتاز من عند لاعبين الالتيما، خلينا نشوف من عند الالتيما الالتيما ريج محاوله استقبال، لكن داركنس بالسبورت اداء ولا اروع واستقبالات، ويسكي محاوله ضغط اكثر واكثر، لكن ويسكي والاتش بي تدخل من عند لاعبين تي ام اس دائما يحاول يكون في عندهم دخول از ثيرد بارتي يكونوا متخفيين من ناحيه الفايتات، عم تكون عندهم عنصر مفاجاه بشكل جدا ممتاز، لكن ليش حاولت تنسحب؟ كان ممكن تكون عندك فرصه حرفيا لاستقبال لاعبين من لاعبين الداركنس، لكن هي كانت غلطه بشكل جدا كبير، ممكن حاليا يستغلوها لاعبين الكونكر انهم يضغطوا على لاعبين الداركنس في محاوله الوصول. هاي جراوند سبراي عم تكون بشكل جدا عالي، الدن واللاعب تورنيدو وين ممكن يكون التمركز من عند هاللاعبين، تفجير فيكر هاي ممكن تكون النهايات، لكن تورنيدو اتخذ الكفر بشكل جدا سريع لو بعيد، تورنيدو ما عم بيقدر يتخذ الكفر بشكل جدا مناسب خوفا من تواجد لاعبين تي ام اس، والسبراي تكون من المنطقه الشرقيه حاليا، مؤمن هو الوحيد اللي عم بيكون بكامل قوته بكامل الهيل اب تبعه بكامل ادائه اللي بشكل جدا ممتاز. خلينا ننتظر ونشوف النهايات كيف ممكن يكون بالنسبه لمصير لاعبين الداركنس بالضبط عند لاعبين تي ام اس، رصيد من 10 نقاط في خريطه الايرانجل، حاليا عم نتكلم عن التوب 5 رصيد نقاط ما حيكون قليل بتاتا، اتوقع حاليا ابتدوا بنقاط ال 18 او 16 نقطه ممكن يكونوا بالرصيد حاليا لاعبين تي ام اس، وعلى اسرائيل اكيد الزياده لكن متقدم من عند لاعبين الكويست، ايش ممكن تكون الاحداث والاحوال اللي ممكن تجري بين هالتيمين، هل تي ام اس ممكن يكون في عنده رد بالنسبه لتواجد او التقدم اللي بيتم من عند لاعبين النصر او لاعبين سوري الكويست، نيد على السريع سموكات، ممكن احداث حاليا تتغير، لكن ايش ممكن التكتيك او اسلوب اللعب ممكن يقدروا يتخذوه لاعبين الكويست من بعد محاوله توجههم وتقدمهم على هاي جراوند سموك ولا نيد في محاوله الضغط وتقدم من عند اللاعب 1 نوك، نشوف ال 1 نوك 90 حاول تمركز في هالبوزيشن، نيدات عم تستمر والضغط عم بيكون متولد ومتواجد بشكل جدا كبير، لكن الياس بانسحاب تام من هالبوزيشن على خلاف اللاعب سن اللي عم بيكون من عنده محاوله سبراي محاوله ضغط على اللاعبين الكويست اكثر واكثر، والتمادي عم بيكون واضح من عند لاعبين الكويست صراحه بالتقدم على تواجد تمركزات لاعبين التي ام اس، وخصوصا عم نتكلم حاليا عن يعني هم اللي بيكونوا قادمين على البوزيشن هم عارفين بالنسبه للتفاصيل او تمركزات لاعبين التي ام اس بشكل جدا ممتاز، سولو فقط بيكون متبقي من لاعبين الداركنس، فالامور ما عم بتكون سهله بتاتا. ريو من لاعبين الكونكر محاوله ضغط على اللاعب بان، ونشوف بان اللي عم بيكون متمركز تفجير الباقي ممكن تكون فيها نهايه على اللاعب بان، ولا ايش ممكن تتم الاحوال والامور في محاوله الدخول اكثر واكثر الى داخل نطاق الزون، هاي الامور الحرفيه
حاليا عم نستناه بالنسبه لجميع التيمات. ريفا وتحركات شكل جدا سريع لكن ممكن استقبال يتم على اللاعب مهم، لكن هون دخول فايت كلوز استقبال عم يتم على لاعبين تماس، وضع عم بيكون جدا صعب لكن لاعبين الكويست بسيطره باداء شكل جدا جبار. لاست بلاي سرفايفنج بان، خلينا نشوف عند اللاعب انجلو، انجلو دبليو 3 واللاعب بان سين محاوله كونفيرم لكن نيد ولا بالاحلام انجلو دبليو 3 واستقبال اللاعب عليه واخر ثلاث لاعبين فقط يكونوا متبقيين. ضغط ممكن يزداد ويتولد اكثر واكثر على التيمات ككل لكن نيدك الجوكر، نيدك الجوكر، وخلينا نشوف سموكك وراها على السريع والريفايف ممكن نشهده حاليا على اللاعب عليه من لاعبين الكويست. خمس فرق 12 لاعب متواجدين والزون اللي عم يضغط الزون الخامس فريق التيم كويست واللي عندهم نسبة كتير كبيرة بالحصول على هذا الجيم بتشيكن دينر وتحصيد الفارق والكمباك ممكن يكون من قبل هذا الفريق. فريق التي ام اس برضه عم يكونوا موجودين معانا. فريق الداركنس طلع عندهم لاعب اخير اذا ما خاب ظني ممتو اكيد بانه يجيب مينيموم مركز ثالث لحتى يعزز نقاطه اكثر واكثر. زون رح يسكر وهلا برضه نحن بنرجع بنحكي انه نحن عندنا هاين اللي هو هاي الموجود فيه فريق ال69 وهاي الموجود فيه فريق الكونكرر يلي باي لحظه ممكن انه يطلع من عند احد الفرق. بهذه الاثناء تقدم فريق الكونكرر المبكر فريق التيم كويست المبكر ممكن يخليهم يصيروا بحاله ساندويتش ما بين فريق 69 وفريق الكونكرر، ولكن فريق الكونكرر بالنوك داون على وان نوك. هذه الاثناء فريق ال69 عنده المساحه عنده الفرصه بانه يتقدم اكثر واكثر. شفت فريق التي ام اس معهم 10 كيلات هم يكونوا موجودين معنا. هيدي تفجير السياره ولكن هذا من كوكا بوي. توقيت جدا حاسم على فريق التيم كويست اقصاء اللاعب حبكو، ولكن هون عم نشوف تيم كويست جاست تو بلايرز متواجدين معنا. ضغط فريق كونكرر عم يكون موجود، بان بالنوك داون على لاعب ريو ولكن الترا الفينش رح يكون موجود. الزون الخامس على الابواب رح يسكر وراح يتشكل معنا الزون ونشوف الزون السادس لوين رح يروح. الفينش محاوله بتكون موجوده من لاعب بان ولكن ما فيها الفينش والصغيره محاوله الكبر عم يكون موجوده معنا. تفجير السياره برضه مطلوب ولكن هون بان يضطر انه يطلع بالاوبن ليتقدم على الزون. وهون عم نحكي نحن عن سرودي اللي كان قادر بانه يستقبل اللاعب بان. ريفايف تم على ون نوك بعتقد فريق ال69 بهذه الاثناء برضه عم يكون موجود دافو حلو عليك جميله جدا بان سبراي على جوكر اقصاء عم يكون موجود وخلاص اتس ريفا اقصاء فريق التي ام اس بالمركز الرابع. حاليا نحن عم نشوف لاعب اخير من فريق الدارك نيست. فريق الكونكرر بثلاث لاعبين اربع كلات، تيم كويست بتو بلايرز فقط. 69 دائما يعني العبره بالختاميه اللي دائما بختامها بمسك بتكون لصالح فريق 69 وبتشوفهم دائما موجودين بالتوب 4 او التوب 5 بكل سهوله. يعني تسع لاعبين بهذه الاثناء معنا 30 ثانيه فقط الزون الخامس. 69 توزعهم جيد جدا ولكن برضه نحن عم نحكي شوف كيف فريق الداركنس لو سفر بربك شوف موجود جوا الزون هو جوا الزون شوف الميني ماب هو داخل الزون يعني شوف كيف كل الفرق برا الزون الا هو بغض النظر هو جوا الزون. هلا نحن عندنا فريق الكونكرر تيم كويست وال69 راح يدخلوا فايت. هلا انا بضمن له انه ممكن هو ياخذ مركز ثالث بشكل مريح جدا. ريو سينجل شوت عم يكون موجود معانا نايس وجميله وملعوبه من لاعب الريو كونكرر والضغط عم يكون موجود خلاص فريق الكونكرر مطلوب يتحرك على الزون. فريق شوف شوف انت بس الفكره انه وقت الزون بيبتسم لك يعني عوامل الجيم بتقول لك صديقي العزيز الجيم انت بدك تاخذه بدك تاخذه بدك تاخذ فيه رقم بدك تاخذه بالنقاط. يعني تخيل لو طالعه منه الزون شو كان عمل؟ اكيد كان اتدمر. شوف 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 فونكس 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 الله عليك السريفا دي بي سبراي موجوده ينوك الاول ياخذ الثاني ولكن هون نحن عم نحكي عن نيمو سكار ال موجود من النوك داون على السريفا متوش حاليا سرود بعمليه الضغط ولكن برضه هون تدخل غير محبوب وغير سليم ابدا تيم كويست حلو جدا مؤمن يا مؤمن مؤمن يا مؤمن مؤمن هو اللي تدخل وهو اللي كان كفيل برضه باخصاءات مشتركه مع فريق الكونكرر وهيك فريق الداركنس بعتقد انه يعني مركز ثاني بعتقد انه راح يكونوا صاحبين المركز الاول والسيطره والهيمنه في المباريات. يعني انت مش ملاحظ هذا حرفيا الماتش الثالث كل نهاياته عم بتكون جدا غريبه بالنسبه للتيمات تحركات اداء اللي عم بيكون حاليا نشوف هارد بوش اللي عم بيكون عند لاعبين حلوه تبديلات المقعد بشكل جدا سريع عند لاعب ريو واو بحكي لك كل الاهداف عم بتكون جدا غريبه لكن دخول ريو بشكل جدا جبار تحرك سريع بالفيكل سويتش بالنسبه للسيت وسبراي بشكل جدا عالي حاول يقدر يسويها لكن الكونكرر كان سيطره تامه واضح بادائهم اللي كان من خريطه السانوك صراحه انه لاعبين الكونكرر ناويين على تشيكن دينر
قدروا ينموها ويختموها باخر ماب من استاذ تير زيرو بخريطه الايرانجل على التشيكن دينر، واداء جدا مبهر. واتوقع بالنسبه للتشيكن دينر وادائهم جدا رائع في خريطه الايرانجل، غير كثير اشياء من ناحيه الليدر بورد، غير كثير اشياء من ناحيه التمركزات. ممكن تمات ما بعرف اذا بالنسبه للداركنس لسه لحد الان ممكن يكون موجود من ناحيه الصداره على المركز الاول بالنسبه للاعبين ديث اور انسانيتي، ايش ممكن صار ترتيبهم من ناحيه الامور كامله. احنا لازم نستناها ونشوف اكيد الليدر بورد، لكن بشكل عام بشكل مجمل بدايه من خريطه الميرومار والسانهوك والايرانجل ثلاث مابات من الاستاذ تير زيرو قدموا تيمات اداء جدا جبار واداء جدا رائع. صح النهايات كانت شويه غريبه، وحتى شهدناها في خريطه ايرانجل الاخيره من عند اللاعب ريو اللي ختمها، حرفيا ختامها كان مسك بحركه كانت جماليه من ناحيه معطياته لهالفايت واللي يقدر ينهيها. حنروح على الهايلايتس بريك سريع انا واخوي زوزو، وبعدين نرجع لكم على الليدر بورد ونشوف النتائج ونبارك اكيد للفائز. بريك سريع راجعينكم، تحيه. Different if we all know the same shit. I ain't never let them doubt me. It's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clout. See where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me. They don't know nothing about me. So their mouths breathe. I'ma change that soon. Better watch out now. See. I just wanna be the greatest. Yeah. And I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop the break. I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it. I've got this, I will not quit. Man, I'm all in, balling, on a budget. Man, I'm stalling, crawling, cause I'm nothing. But I'm all in, calling, I'll be something. Yeah, I'ma get it now, you can leave if you don't like it. Say it out loud, you believe it, you can bite this. Keep my head down and I keep on going timeless. Make it somehow, I believe it when I write this. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Stereo, I got a fucking plan, and you know that I'ma
I'ma make it. Oh, I'm the fucking man when I'm sitting in the studio. Feeling hella slammed cause I'm fucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now. Chris Bryan in this bitch, I'm fucking pro now. Hitting home runs at every single show now. Let's go. I got a couple shots in my system of that whiskey. I'm the best in fucking town in this motherfucking city. Everybody knows me now cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around thinking that I'm hella filthy cause I'm guilty, yo. You gon' hear me on the radio. I could give a fuck but you can't deny this audio. I'm modest, yo, the opposite of dropping, yo. Saving up, I'm stopping, yo. I rock it on this domino and push it till they popping, yo. I've been hella focused, never slow down. Put my shit out in the open so you know now. Everybody's taking notice. There they go now, yeah. Welcome to my show, bitch. This my hometown, I'ma get it right. Focus, never slow down. Put my shit out in the open. So you know now, everybody's taking notice. There they go now, yeah. Welcome to my show, bitch. This my hometown, I'ma get it right. You got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right, and I'm proud. السلام عليكم ورجعنا لكم يا حلوين. حاليا على النتائج الاخيره اللي حتكون بعد ثلاث مبات من بعد اداء جدا مبهر شدنا واخوي زوزو بالمتعه والحماس اللي قدمت لنا التيمات باستاذ تير زيرو. ننتظر نشوف نتائج الليدر بورد ونشوف مين اللي حيكون حاصل على المركز الاول, حاصل على الصداره واللي حرفيا يستحقها من ناحيه اداء. ولاعبين الداركنس ب 55 نقطه, زوزو 21 كيل بوينتس, الكونكر بالمركز الثاني 47 نقطه 19 كيل, المركز الثالث لاعبين الديث اور انسانيتي ب 36 نقطة و 19 كيل, سوات 69 المركز الرابع 33 نقطة, والمركز الخامس تيم كويست ب 29 نقطة, ماسترز مركز السادس, ريفولوشن المركز السابع, عرب تشامبيونز المركز الثامن, التيما ريج بالمركز التاسع, والمركز العاشر يونيكورنز اوف لوف, مركز 11 كلير فيجن اي سبورت, والمركز 12 تي اس سي ليجندز, مركز 13 فور كردستان, والمركز 14 تيم ميثس, 15 نصر اي سبورت, والمركز 16 ريل تايجر 9. هاي كل الاحداث اللي شدناها واللي قدمت لنا اياها. بارك للاعبين الداركنس بالصداره
التامة والمطلقة في المركز الأول وأكيد جائزة $50. لكن خلينا نشوف حاليا الكل ليدرز اللي عبريهم اللاعبين الكونكرر بثمان كلات، دياس الماسترز إي سبورتس بثمان كلات، ويسكي من لاعبين الداركنس بثمان كلات، والسبكترا من الديث أور إنسانيتي بثمان كلات، عرب تشامبيونز اللاعب راشد بسبع كلات. يعطيهم ألف 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 عافية، أكيد نشكرهم على كل أداهم اللي قدموا لنا إياه إن كان كتيمات ولا إن كان كإنديفيدوال بلايرز، وأكيد ما نقدر ننسى إنستاز من الشكر الكامل بالنسبة لكل المبادرة اللي عم بتقدمها وتواجدها بالكوميونتي العربي ودعمها أكثر وأكثر للتيمات، توفير بيئة جدا مناسبة وملائمة للتيمات أن تكون متواجدة. لا تنسوا التسجيل عندهم بالموقع استاز.gg وتشيجوا تشاركوا عندهم والإيفنتس أكيد اللي بيقدموها مو بس فقط بلعبة ببجي موبايل، أكيد متواجدين في ألعاب أخرى نفس فيفا، وإن شاء الله مستقبلين الألعاب اللي تقدر تقدمها يكون متواجد فيها إستاذ. يعطيهم ألف عافية، وشكرا للجمهور اللي تابعنا اليوم وحضرنا، وأكيد ما أقدر أنسى الشكر كاملة كمان لأخوي زوزو اللي نورني وأشرفني كمان اليوم بحضوره وكان متواجد معي بالتقطيع الثلاث مفات. خليكم معاه وإن شاء الله نشوفكم زوزو كلمة نهائية إن شاء الله. شكرا لك اكيد على التغطيه، ويعطيك الف الف عافيه، وحبايب القلب يعطيكم الف عافيه جميعا، وشكرا لاستاذ اي سبورتس على جميع الفرص اللي عم يقدمونها للكوميونتي. كان معكم اخوكم خالد زوزو ولوسيفر، نراكم ان شاء الله بلايفات قادمه من استاذ اي سبورتس، وتشاو. Hype and I'm loud, I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, yeah. Then all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are young when you stand right here and say no? I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that can show to myself I can go. All the way to the top, can't stop. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder, moving forward. Older, never slower, good to know ya. Don't go make me draw my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, let's go. Yeah, it's what you need when you're down. Need when you're out, it's what you need when you're sad. And when you feel left out, you feel an energy drought. And then creeps out, but with a little bit of hope, you can figure it out. Let's go. Keep your head high, even when you're down inside. Through the pain you fight, and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving. Nothing's in your way but yourself. Don't need nobody's help. You can make it through this hell. Take it one step at a time, one step as you climb. If you fail, you'll be fine. Get back up to the grind, and never lose sight of your mission. Be driven. This life is a prison if you don't have vision. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chance. Now, so be something somehow. Don't let yourself down. That's right. Sometimes all we really need is hope. One to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it. I just wanna make it right. I always put up a fight. I will never lose my sight. I know I need you by my side. I have nothing else to hide. I've got it wrong and got it right. I've told the truth, I've told some lies. I live some days and others die. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down.
No, I won't never let me now. I am never slowing down. I had a taste, it's in my mouth, and now I wanna take that crown. I will fight for everything. I will fight to reach my dreams. I will die or I'll succeed. To me, this life means everything. You want it, then go capture it. Need it, then get after it. Bleed because you're passionate, cause talent's just the half of it. I'm sick of being average. I just want a better status. I don't sit back, I attack it, and I'll work until I have it, yeah. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down. No, I will never let me down.